فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل العبور إلى المستقبل. واليوم نشهد معا افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية من أجل تعزيز ودعم الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية وتقديم خدمات عالية الجودة تليق بشعب مصر العظيم. خير ما نستهل به هذا اليوم آيات بينات من الذكر الحكيم مع القارئ الشيخ خالد الجرحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قفزة حضارية عملاقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء مراكز ضخمة للبيانات الموحدة بالدولة ساعدت على تحقيق التحول الرقمي الذي شهدته كل المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطن المصري. كلمة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حضور الكريم، اسمح لي يا فندم استعرض امام حضراتكم استراتيجية مصر الرقمية بمختلف اهدافها ومحاورها. الاستراتيجية يا فندم لها ثلاثة اهداف رئيسية. اولها تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري. المحور الثاني والهدف الثاني هو مساندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، والهدف الثالث هو تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار. ثلاث أهداف محورها المواطن المصري. من هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل، أولها التحول الرقمي، ثانيها بناء القدرات الرقمية، وثالثها دعم الابتكار الرقمي. بالتحول الرقمي المقصود هو ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها للتمكن من تقديمها بهذا الشكل السهل والميسر والمحوكم في ذات الوقت لمواطنينا. في عام 2020 الحمد لله اكتمل بناء البنية المعلوماتية المصرية، كل قواعد بيانات الحكومة المصرية أكثر من 100 قاعدة بيانات ربطت بالكامل وجرى تكاملها. في عام 2022 تحديدا في 6 يوليو تفضلت سيادتك يا فندم بإطلاق منصة مصر الرقمية، كان آنذاك عليها 130 خدمة حكومية مختلفة، النهارده المنصة عليها 170 خدمة، يسجل عليها أكثر من 8 مليون مواطن تقدموا ب 45 مليون طلب
لخدمات نقدمها بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات. المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية كان بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مدربة على كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليستطيعوا الحصول على وظيفة في ظل الاقتصاد المعرفي. بدأنا يا فندم بتصميم وإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب تستهدف كافة أطياف المجتمع المصري، من مبادرات تستهدف النشأ بدءا من سنة رابعة ابتدائي، مبادرات براعم مصر الرقمية للمرحلة الابتدائية، أجبال مصر الرقمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية. بدأنا بإنشاء مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية، الحمد لله أصبح لدينا 12 مدرسة حاليا، مدرسة في كل محافظة، ونسعى لاستكمالها بإذن الله في الفترة القادمة ليصبح لدينا 27 مدرسة، مدرسة في كل محافظة. كذلك أسسنا جامعة مصر للمعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا. أيضا لطلبة الجامعة والخريجين بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والعلمية والعملية لدينا مجموعة واسعة من مبادرات التدريب ما بين منصات مهارة تك، مبادرة رواد مصر الرقمية وبنات مصر الرقمية. خلال الفترة يا فندم من عام 2018 إلى العام الحالي 2024 الحمد لله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضاعفت عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف، من 4000 متدرب في عام 2018 إلى 400,000 متدرب في العام الحالي 2024. ضعفنا الموازنة في ذات الوقت 34 مرة، من 50 مليون جنيه لمليار و700 مليون جنيه. وأستاذن سيادتك في العودة إلى الفارق بين هذين الرقمين، 100 ضعف للمتدربين، 34 ضعف للموازنة، كيف تحقق؟ لأنه متصل بموضوعنا النهاردة. المحور الثالث الحقيقة في استراتيجية مصر الرقمية كان تحفيز الفكر الابتكاري وتشجيع الأداء الخلاق. كان لدينا في عام 2016 ثلاث حاضنات، بدأنا في مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية وحاضناتها. سيادتك تفضلت بتشرفنا بافتتاح 8 مراكز في عام 2022، الحمد لله بنهاية عام 2023 أصبح لدينا 20 مركز من مراكز إبداع مصر الرقمية، مركز في كل محافظة. نعد هذا العام إن شاء الله لافتتاح من 6 إلى 8 مراكز جديدة ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية، مركز في كل محافظة. خلال الفترة منذ عام 2022 لما افتتحنا 8 مراكز إلى نهاية عام 2023، هذه المراكز احتضنت 400 شركة في مختلف أنحاء الجمهورية ودربت رواد الأعمال أصحاب هذه الشركات. الحقيقة فندم لا يمكن أن احنا كنا نحقق أي تقدم في هذه المحاور الثلاث دون أن نعنى أيضا بالقاعدة التي تبنى عليها قنوات العمل هذه، أو ما نسميه ممكنات العمل، وهي البنية التحتية الرقمية في مقدمتها. بدأنا في العمل على ثلاث عناصر رئيسية للبنية التحتية الرقمية، كان أولها الإنترنت الثابت. بدأنا منذ عام 2018 في مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار، الحمد لله نجحنا في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى الآن 11 ضعف. مصر منذ عام 2022 الحمد لله تحتل المركز الأول في إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت. كذلك ضاعفنا عدد أبراج المحمول وأتحنا أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار. العنصر الثالث الحقيقة والمساوي في الأهمية لهذين العنصرين كان مراكز البيانات العملاقة والحوسبة السحابية، وهو موضوع في غاية الأهمية. في الماضي كان كل جهة لديها خطة لميكنة أعمالها وتقديمها بشكل مرقما، عليها أنها تقيم مركز بيانات داخل إحدى مقراتها، تقتني فيه مجموعة من أجهزة الحاسب ومعدات تخزين وحفظ البيانات والتطبيقات اللازمة لميكنة هذه الأعمال. عليها أن تتكبد كلفة إنشاء هذا المركز والمصاريف تشغيله وصيانته وتنميته. صناعة تكنولوجيا المعلومات الحقيقة تتجه الآن إلى مراكز بيانات عملاقة.
مراكز البيانات العملاقة يعني بشكل بسيط هي مراكز تعد على مستوى تقني عالي جدا بمواصفات عالمية بالغة يعني الارتفاع والكفاءة، وجاهزة لاستقبال عدد ضخم من الحواسب وأجهزة تخزين البيانات والتطبيقات. ده الحقيقة بيشجع الشركات العالمية المتخصصة في ما نسميه السحب الحوسبية. السحب الحوسبية أيضا أنا آسف أنه يعني ربما مصطلح صعب، هحاول أبسطه. يعني السحب الحوسبية هي ببساطة مجموعة من أجهزة الحاسب وأجهزة حفظ وتخزين البيانات وتطبيقات تربط ببعضها وتتاح لعدد ضخم من المؤسسات والمستخدمين في وقت متزامن. السحب الحوسبية والشركات التي تستثمر في هذه السحب الحوسبية لا يمكن أن تبدأ في هذا الاستثمار ما لم يكن لدى الدولة التي يستثمر فيها مراكز بيانات عملاقة قادرة على استضافة هذه السحب الحوسبية. كذلك الحكومة تعتمد على مراكز البيانات وما بها من سحب حوسبية في حفظ بياناتها وتطبيقاتها. الحقيقة من ضمن الأهداف الرئيسية لهذه المنظومة أنه في الماضي في المنظومة حفظ كل جهة لمراكز بياناتها كان لديها اختيار من اثنين، إما أنها تبدأ بأجهزة أكثر من حاجاتها تحسبا لتوسع مستقبلي، هذا طبعا يكبدها كلفة استثمارية في البداية، وممكن أنه في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الموارد الحوسبية يكون ظهر ما هو أحدث منها وأقل كلفة. البديل الثاني كان أنه تبدأ بما تحتاجه فقط، وحين تحتاج إلى توسع تضطر إلى البدء في عمليات الشراء والاستيراد والتركيب والاختبار، أيضا هذا يعطلها ويعيقها. مع وجود السحب الحوسبية أصبح هناك موارد ضخمة ثرية متعددة، والشركة أو الهيئة أو الجهة التي تدير هذه السحب الحوسبية لديها مرونة أن تناور بمواردها لتلبية احتياجات كل الجهات في نفس الوقت. النهاردة فنم هنستأذن سيادتك في أن تشرفنا بافتتاح ثلاث مراكز بيانات عملاقة أقامتها الدولة المصرية: مركز البيانات الرئيسي، مركز البيانات التبادلي، ومركز البيانات الاستراتيجي اللي سيادتك مشرفنا فيه حاليا. هذه المراكز الثلاثة متصلة ببعضها البعض بأعلى مستوى ربط، معدة ومقامة بخصائص فنية على أعلى مستوى علمي وفقا للمعايير المعروضة أمام حضراتكم، وزملائي سيسهبوا أكثر في عرض إمكانيات هذه المراكز الثلاثة الفنية. كذلك اشتغلنا في نفس الوقت على السياج التشريعي المنظم لهذه مراكز البيانات. هذه أصدرنا قانون حماية البيانات، نعمل حاليا مع الجهات ذات الصلة في قانون تصنيف البيانات، أيضا أصدرنا سياسة الحوسبة السحابية أولا التي تلزم الجهات الحكومية ب يعني تفضيل الحوسبة السحابية على النظام التقليدي. طب السؤال المهم، كيف تسهم مراكز البيانات في دعم ومساندة استراتيجية مصر الرقمية بمحاورها الثلاثة اللي حاولت أشرحها؟ التحول الرقمي، كل منصات مصر الرقمية اللي بتقدم الخدمات 170 والبيانات المتعلقة بها مختزنة داخل مراكز البيانات اللي سيادتك هتشرفنا بافتتاحها. كذلك حين كنا نخطط الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة كان الرؤية ان تنتقل الحكومة حكومة لا ورقية قادرة على ان تتشارك فيما بينها البيانات والمستندات. بدأنا وقتها بإعداد كل التطبيقات التخصصية التي تميكن أعمال مختلف الجهات المنتقلة. لدينا 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان لديها 600 تطبيق جرى تحويلها وتطويرها لكي تعمل على بيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحابية. كذلك أنشأنا مجموعة من التطبيقات التشاركية زي منظومة المراسلات وإدارة المشروعات والموارد البشرية وغيرها التي تمكن أعمال كل الجهات الحكومية.
أيضا في ذات الوقت في فترة الإعداد للانتقال إلى العاصمة أجرينا أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط، أكثر من 400 مليون ورقة، هي كل الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية جرى تسجيلها وأرشفتها وأصبحت متاحة رقميا. من هنا يا فندم بنقول إن مركز البيانات بهذا الشكل ليس فقط هو عقل الحكومة المصرية، بل هو عقل الحكومة المصرية وذاكرتها المؤسسية أيضا. الحقيقة إنه هذا يسهم في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية، تطوير الأداء الحكومي، وخفض الكلفة التشغيلية. المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية كان بناء القدرات، وكما حاولت أن أشرح إحنا ضاعفنا عدد المتدربين 100 ضعف، والكلفة للتدريب تضاعفت 34 ضعف. تحقيق هذا الفارق لم يكن ليتأتى لولا ان احنا كنا قادرين على بناء محتوى تدريبي رقمي من محاضرات وافلام تدريبية ومواد تعليمية مختزنة في مراكز البيانات هذه، وكل المتدربين قادرين على استرجاعها في الوقت المناسب له. فده حقيقة اللجوء الى التدريب عن بعد والتدريب بالاساليب الرقمية هو ما اتاح مضاعفة عدد المتدربين أكثر بكثير، 3 أضعاف مضاعفة الموازنة المخصصة له. أيضا في مجال دعم الإبداع وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا حين ترغب أو تحتاج إلى موارد حوسبية أو ساعات تخزين أو تطبيقات عليها أنها تلجأ إلى مراكز بيانات وصحف حوسبية خارج مصر، طبعا ده له كلفة ضخمة وبالعملة الصعبة. النهاردة أصبح لدينا إمكانية تقديم هذه الخدمات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من داخل مصر. يعني أختتم أفنم بمجموعة مؤشرات رقمية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. قطاع الحمد لله طوال الخمس سنوات الماضية ينمو بنسبة تجاوز 16%، هو أعلى قطاعات الدولة نمواً. معدل نمو الصادرات الرقمية 26% في العام الماضي عن العام السابق له. معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بلغ 54% في عام واحد. الحمد لله مصر تقدمت 50 مركز في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، دوما مصر بإذن الله في تقدم وازدهار. شكرا يا فندم. سيادة سيادتك يا فندم، في افتتاحات بالفيديو كونفرنس، افتتاح مركز البيانات الرئيسي للدولة دكتور مهندس عمرو فاروق الإمام مدير المركز، فليتفضل. دكتور مهندس عمرو الإمام مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة، تم تصميم وتنفيذ المركز بكوادر مصرية من الشركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم يا فندم الاستعانة بما يزيد عن 30 شركة عالمية متخصصة رائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وده يا فندم لتطبيق أحدث التقنيات عالميا والتدريب عليها. ولتحقيق أعلى معايير التأمين المادي تم إنشاء المركز عقل الدولة بموقع محصن على مساحة إجمالية 23500 متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة. حيث يتم يا فندم تغذية المركز بمصدري تيار كهربي من محطتين مختلفتين، وأيضا تأمينه بوحدات مانع انقطاع التيار الكهربي ومولدات بقدرة 30 ميجا وات حالة طوارئ. ويتم تبريد الأحمال الحرارية للمركز بإجمالي قدرة 5744 طن مياه تبريد، وده بالإضافة إلى اعتماد أحدث التكنولوجيات لتأمين البيانات على سبيل المثال توفير الخدمات الافتراضية من خلال أجهزة الحواسب الصفرية لجميع المستخدمين بالحي الحكومي. ويشتمل مركز البيانات الرئيسي للدولة يا فندم على عدد 2 مركز بيانات حكومي فرعي، الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة جي كلاود، ودي يا فندم لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وعددهم 114 جهة حكومية. وكمان يا فندم استضافة التطبيقات التشاركية والحكومية حكومية. المركز الثاني خاص بالسحابة العامة بي كلاود والمتصلة بالإنترنت لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز. وأخيرا يا فندم تتم عمليات الإدارة والتشغيل لمركز البيانات الرئيسي للدولة من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي بوحدات مركز التحكم والسيطرة، وحدة إدارة مركز البيانات، وحدة إدارة عمليات الأمن السيبراني، ووحدة خدمة المستخدمين. شكرا جزيلا يا فندم.
أستاذ سيادتك يا فندم، في افتتاح مركز البيانات التبادلي للدولة مهندس عمرو عبد الرحمن سيف مدير المركز فليتفضل. مهندس عمرو سيف مدير مركز البيانات التبادلي للدولة. هو مركز بيانات موحد للدولة بيعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات، وبيقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة بتسمح بزيادة الموارد وفقا للاحتياجات، وكمان بيدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. بيعد المركز يا فندم أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط. المساحة الإجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 45 فدان. تم تنفيذه بشكل محصن وأنشئ له خصيصا محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجا وات، ومجهز بأحدث الأنظمة والمعدات لضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة. المركز الصميم يا فندم ليستوعب جميع المنظومات بالمركز الرئيسي، صالة الخدمات الحكومية المغلقة جي كلاود، وصالة خدمات المواطنين بي كلاود، ده بالإضافة إلى صالات ضخمة مجهزة بمواصفات عالمية، وذلك لجذب استثمارات مقدمي خدمات مراكز البيانات العالميين، واللي بيساعد في توطين صناعة مراكز البيانات. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. تمضي الدولة المصرية قدما في توجهها نحو بناء مصر الرقمية، استراتيجية محورها الإنسان كأحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة. الآن نشاهد معا فيلما تسجيليا بعنوان مصر الرقمية. في عصرنا الحالي أصبحت تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي هم عنوان لتقدم الأمم ورقيها، وأصبحت المعلومة وسرعتها ودقتها أحد أهم أدوات صناعة القرار. فجاءت توجيهات القيادة السياسية بتأسيس بنية معلوماتية قوية للدولة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات لخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات، بتحقيق حلمنا للوصول لمصر الرقمية. أولت مصر اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حرصت في رؤيتها في هذا المجال على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وإقامة المدن الذكية وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي. خطوات واسعة قطعتها مصر بعقول علمائها وأبنائها النابغين في تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، واللي بتتضمن بناء مجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية. لذلك قامت الدولة المصرية بتأسيس أكبر 3 مراكز للبيانات في الشرق الأوسط كنواة لبنية معلوماتية قوية تساعد متخذي القرار بالدولة للتخطيط لمستقبل أفضل، ولترشيد الإنفاق الحكومي، وتقديم خدمات عالية للمواطنين. وطريقنا في التحول الرقمي بدأ من خلال مركز البيانات الرئيسي الموحد للدولة، واللي تم تأسيسه في موقع محصن مجهز بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية لضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة، وبيضم قاعات مركزية للبيانات بتكنولوجيا الحوسبة السحابية، ويحتوي على 1327 خادم رئيسي، يشتمل على 1200 راك ووحدات تخزين بيانات بسعة 120 بيتا بايت، وبيقدم خدمات لكافة وزارات وجهات الدولة بإجمالي 50,000 مستخدم. وبتتم عمليات الإدارة والتشغيل لمركز البيانات الموحد للدولة من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي لتحسين ومتابعة أداء الخدمات الرقمية. بيوفر مركز البيانات الرئيسي الخدمات والتقنيات الرقمية الحديثة في إطار آمن سيبراني على أعلى مستوى من الكفاءة والتقنيات الحديثة. وبالتكامل مع مركز البيانات الرئيسي أسسنا مركز البيانات التبادلي، واللي بيعمل بشكل موازي ومنظم مع المركز الرئيسي لحفظ وتداول البيانات. وتم إنشاء المركز التبادلي بمبنى محصن بمساحة خارجية 45 فدان، ومجهز بأحدث الأنظمة الإلكترونية، ومحطة كهرباء خاصة بقدرة 40 ميجا وات، ووحدات للتبريد،
ويتكون من 4 مراكز بيانات فرعية بسعة 1400 راك وإجمالي 1240 خادم رئيسي بسعة 73 بيتا بايت. وتم تنفيذ أعمال الربط الإرشادي بمسارين مختلفين بين المركزين الرئيسي والتبادلي، والمركز التبادلي متصل بشبكات فائقة السرعة ومصمم ليستوعب 100% من كل المنظومات بالمركز الرئيسي، بالإضافة لصالات ضخمة بمواصفات عالمية لجذب استثمارات مقدمي خدمات مراكز البيانات العالمية. وهنا داخل مركز البيانات والحواسب السحابية اللي تم تأسيسه ليتكامل مع باقي مراكز البيانات الأخرى وتم ربطه بيها بشبكة من الألياف الضوئية، تم تصميم مركز البيانات والحواسب السحابية وبناؤه على شكل عين حورس بمساحة 130 ألف متر مربع، واللي بيضم مركز للإدارة والتشغيل وقاعات للاجتماعات والمحاضرات لتدريب المهندسين المصريين على إدارة وتشغيل الحوسبة السحابية الحكومية المتطورة. وتم تأمين المركز بمصادر متنوعة للتغذية الكهربية وأحدث نظم التبريد الذكي. ونبدأ جولتنا نحو المستقبل من مركز الحلول الفنية. هنا شاشات العرض اللي بتقدم المخرجات اللي وصلنا لها بعد تحليل البيانات ومعالجتها. وبنوصل في جولتنا لمركز البيانات المتطورة اللي بيضم معدات التشغيل وسيرفرات للبيانات بسعة تخزينية بتوصل 40 بيتا بايت قابلة للزيادة. وهناخدكم في رحلة عبر الزمن من خلال النفق الزمني اللي بيشرح لنا عن طريق شاشات العرض رحلة تطور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ناس، اللي تم تخصيص مقر تحكم تبادلي ليها داخل المركز ويشتمل على صالة تشغيل وخوادم للبيانات. كما يتميز المركز بقدرته على امتلاك مكونين أساسيين: سحابة التخزين الكلاود اللي بيتم من خلالها تجميع وتخزين البيانات ومعالجتها، أما المكون الثاني فهو شبكة بتطبيقاتها المتنوعة مع توفير سرعة فائقة لمعالجتها وتصنيفها واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليلها. ده غير أنه كمان بيتيح استضافة تطبيقات القطاع الخاص وإتاحتها للشركات الناشئة والصغيرة، واللي هيكون لها مردود إيجابي على تشجيع القطاع الخاص وتوفير عملة صعبة بتتصرف النهاردة في الحصول على الخدمات من مراكز بيانات خارج مصر. في الحقيقة إن كل اللي اتحقق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قفزة حضارية عملاقة اتحققت من خلال تأسيس بنية معلوماتية قوية ومراكز عملاقة للبيانات ساعدت على التحول الرقمي، واللي شهادته كل المؤسسات الحكومية ساهمت في تقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية الواعدة في مجال الاتصالات والبنية المعلوماتية. وبالفكر والتخطيط هنحجز مكاننا في عالم التحول الرقمي، وهنفضل نحلم لحد ما نخلي حلم الجمهورية الجديدة حقيقة لكل جيل جديد للوصول لمصر الرقمية. نجحت الدولة المصرية في تأسيس أكبر 3 مراكز للبيانات في منطقة الشرق الأوسط كنواة لبنية معلوماتية تحتية قوية تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بالدولة والتخطيط للمستقبل، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عالية للمواطنين. كلمة اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير الإشارة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، أصبحت تقنيات مراكز البيانات والحوسبة السحابية أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حيث أضافت آفاقا جديدة لريادة الأعمال في كافة المجالات وخلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة ومتكاملة. ومراكز البيانات بتعتبر الانعكاس الحقيقي للتحول الرقمي، وبتخلق فرص لدعم الاقتصاد وتأمينها بيحافظ على هوية الدولة نظرا لقدراتها على الاكتشاف والحد من محاولات الاختراق وتسريب البيانات، ده بالإضافة للمرونة العالية في استرجاعها وتحليلها لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات اللي بتقدمها للمواطنين.
ولو نظرنا يا فندم للتطور الهائل والمتسارع في هذا المجال هنجد ان مراكز البيانات تحولت وتطورت من مجرد خوادم لتخزين البيانات وتشغيل بعض التطبيقات الى حوسبة سحابية لها القدرة على مشاركة الموارد افتراضيا مثل البنية التحتية ومنصة التطبيقات والبرمجة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التقنيات الحديثة. وفي الحقيقة يا فندم بتعتبر الطاقة الكهربائية المعيار الرئيسي لإنشاء مراكز البيانات، وبنقيس كفاءة وحجم المراكز بكمية الطاقة المستهلكة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد والبنية التحتية. كما أصبحت مراكز البيانات والحوسبة السحابية صناعة عالمية كونها الأكثر قيمة في العالم، وبترسخ مكانة الدولة لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات. وانطلاقاً من الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية بأهمية مراكز البيانات، سيادتك وجهت بالبدء في إنشائها لتدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم، بالاستفادة من موقعها الفريد ومرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية العابرة من شرق إلى غرب العالم مروراً بالبحر الأحمر والمتوسط من خلال أنظمة الكابلات البحرية، ده بالإضافة لتوفير البنية التحتية المتقدمة والمؤمنة للاتصالات بالدولة لتلبية كافة مطالب الربط وطبقاً للمعايير العالمية. وعلى الفور يا فندم تضافرت كافة الجهود لإنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً. وفي عام 2018 بدأنا يا فندم في إنشاء مركز البيانات الرئيسي ومركز البيانات التبادلي لتوفير الخدمات والتطبيقات المستضافة بالمركز. وعام 2023 بدأنا في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية بي 1 كأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية. وهنعرض يا فندم هذه الخدمات على سيادتك تفصيلا أثناء تنفيذ الجولة التفقدية. والهدف يا فندم كان العمل كبديل نشط لبعض التطبيقات الحرجة لمركز البيانات الرئيسي، وأيضا استخدام التكنولوجيا للحوسبة السحابية في تحليل البيانات الحكومية، بالإضافة للعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث. وبتبلغ مساحة المركز 23500 متر مربع، استغلنا منهم 10000 متر مربع للإنشاءات الحالية والباقي للتوسعات المستقبلية. وخطة الانتهاء من إنشاء المركز خلال 2 عام، وتم تكثيف الأعمال وإنجاز المشروع خلال عام واحد فقط. وفي الحقيقة فندم ده تم لأننا ضعفنا معدلات العمل ووصلنا الليل بالنهار باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية بطاقة 1200 مهندس وعامل، وبلغ إجمالي أعمال الحفر 25000 قدم مكعب و 4200 قدم مكعب أعمال تسوية، مع تنفيذ أعمال تاكسيات تتحمل أكثر من 150 طن خلال 5000 ساعة عمل متواصلة. وما كان لهذا الصرح أن يكتمل بهذه السرعة المقرونة بالدقة والإتقان إلا بفضل الله تعالى وتوجيهات ومتابعة سيادتكم المستمرة لتذليل كافة الصعاب والعمل بروح الفريق بين جميع القائمين على المشروع. وبيتكون المشروع من مركز البيانات فندم لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، ومبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ده بالإضافة لمركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وبيحتوي المركز على 1400 خادم من الأجيال المتقدمة لتخزين ومعالجة وتحليل البيانات، وتم تقسيمه لثلاث مناطق: المنطقة الأولى منطقة البيانات الخاصة، ثم منصة لتبادل البيانات الحكومية، ده بالإضافة لمنطقة البيانات العامة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. وبيوفر المركز خدمات الاستضافة من خلال توفير صالات مؤمنة وتحقيق التعاون والتكامل الحكومي من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ذاتية الإدارة والتشغيل للحفاظ على الخصوصية المصرية. وبيقدم المركز حالياً فندم خدمات لوزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بالإضافة إلى باقي الوزارات والجهات الحكومية. وسيتم عرض بعض الخدمات على سيادتكم أثناء تنفيذ الجولة التفقدية. أما بالنسبة للرؤية المستقبلية للاستفادة من مركز فندم، فهي تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضي من خلال مدينة العدالة الذكية، وتحسين قدرات إدارة المدن الذكية ومستويات خدمة المواطنين
بالإضافة إلى استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميادين والطرق والمحاور الرئيسية لتحليل بياناتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي يوفرها المركز، دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية، وذلك ترشيدا للتكلفة المالية وتحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من المخاطر، واسترجاع جزء للبيانات الوطنية المستضافة بمراكز البيانات بالخارج لتعزيز الأمن القومي المصري، مع إمكانية إتاحة جزء من المركز للاستثمار. وطبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم فيما يخص الجزء الاستثماري، تم الاتفاق المبدئي مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال، وبالفعل أرسلونا نسخ من العقود وجاري مراجعتها قانونيا وماليا، وده يا فندم بيهدف لتعزيز الدور المحوري للدولة المصرية على المستوى الإقليمي من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة وإنشاء مراكز حوسبة سحابية، وده بيجعل مصر ممر رقمي بين الشرق والغرب وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل لتحقيق الاستدامة الفنية على المدى البعيد، وتنفيذا لتوجيهات سيادتكم أثناء افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في أكتوبر 2022 بإنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلي للشبكة ومراكز السيطرة بالمحافظات. استفدنا يا فندم من الأماكن المتوفرة داخل مركز البيانات لإنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية لترشيد التكلفة المالية، وتم إطلاق الخدمة للحفاظ على استمرارية واستدامة العمل أثناء المواقف الطارئة. والحمد لله يا فندم نهينا كافة أعمال التجهيز لمراكز السيطرة بالمحافظات بإجمالي 27 مركز، وبتظهر أمام سيادتكم على شاشة العرض. وفقكم الله سيادة الرئيس ورعاكم، وسدد على طريق الخير خطاكم لتنعم مصر وشعبها بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أوامر يا فندم؟ هات لي السبعة على 20 كده، شريحة سبعة. أنا هبدأ كلامي من هنا، وطبعا هيبقى كلام للدكتور عمرو وليك ولينا كلنا. احنا قصدت أنا إن احنا نحط يعني الشريحة دي بالذات عشان نقول الفكرة كلها من اللي احنا موجودين فيه النهاردة ده بتعتمد على كتير من اللي موجود دلوقتي قدامنا هنا. احنا لنا موقع كويس قوي، والموقع الكويس ده ممكن يستفاد منه، لان احنا بالفعل بدأنا من قبل مننا، احنا قبل مني يعني، وقبل والسنين الطويلة فاتت في موضوع الكابلات البحرية اللي موجودة قدام حضراتكم دي، واللي بتعدي 90% من، مش كده يا دكتور عمرو؟ 90% من اللي موجود في العالم تقريبا عندنا احنا. تمام يا فندم، 90%. طيب، وبالتالي لما نيجي نتكلم على ان احنا يعني بنعتبر نقطة او محور رئيسي لنقل البيانات ونقل الاتصالات بين الشرق والغرب، ده موقعنا اللي اتحولنا، وايضا اللي سبقونا عملوا اجراءات كتيرة جدا في هذا المجال. طب احنا، انا جبت النقطة دي ليه؟ لان احنا كنا بد كدولة نجهز بنية اساسية متكاملة لبقية الموضوع. يعني انا هحاول اقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا دكتور عمرو، انا بكلم الناس المصريين. لما تيجي تشوفوا حجم الارقام اللي احنا انفقناها عشان اللي انتوا شايفينه النهارده ده نفتتحه، ارقام كبيره قوي، ارقام كبيره قوي. بنتكلم مش مليارات الجنيهات، احنا بنتكلم في مليارات الدولارات، مش كده؟ صح. كتير مننا ما يحسش بالكلام ده، يقول لك يعني صرفته ده كله عشان ايه؟ طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد ايه؟ بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات، وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيها. وخليني اقول لكم باختصار شديد للناس اللي هي البساط اللي بتسمعني، احنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها
ان احنا كنا هنا قالوا ان في استضافه للبيانات، ممكن نستضيف بيانات دلوقتي. لا، احنا دلوقتي كان قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجوده بره، مش كده يا دكتور عمرو؟ تمام. طيب احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجوده بره دي يعني ده نظام موجود في الدنيا يعني، بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجوده عندنا ونوفر التكلفه الماليه اللي بتتحط. ده كلام بسيط اللي انا بقوله، كلام بسيط. احنا بدانا بفكره ان احنا ناخد الرياده في مجال البيانات والتطور ده في 2018 واحنا بنعمل العاصمه. قلنا لابد ان احنا، ودكتور عمرو قال كده في اثناء محاضرته، وقال ان احنا كان كل وزاره عامله نظام خاص بيها، يعني عندها سيرفراتها في قاعه موجوده في مبنى الوزاره، ومتقدم او مش متقدم، مؤمن ولا مش مؤمن، يقدر يتفاعل مع بقيه الوزارات ولا لا، كل الكلام ده ما كانش موجود. فلما جينا عملنا الانتقال عشان الناس تفهم ان احنا عمليه انشاء حكومه في مكان جديد ما كانتش عباره عن مباني احنا بنبنيها عشان يبقى شكلها كويس. لا، احنا بنتكلم على ان احنا عملنا كل المعايير المطلوبه لان الحكومه دي تبقى حكومه متقدمه طبقا لمعايير التقدم اللي موجوده في العالم. وبالتالي كان لابد ان احنا نعمل مراكز بيانات، وده كان توجيهنا في الوقت دوت. قلت لهم ما فيش حد هيروح يعمل مركز البيانات بتاعه تحت الحكومه كده زي ما انتم عاملين. احنا هنعمل مركز رئيسي واحد، والمركز ده هيبقى متصل بالحكومه، والحكومه ما عندهاش حاجه غير يعني كيبورد والشاشه فقط، نهايته الطرفيه بس، ومحدش ابدا يستطيع ان هو يخش ابدا على الشبكه ديت، لانها هتبقى في مكان مؤمن تامين كامل من كل الوجوه. بالمناسبه الصالات اللي انتوا شفتوها في الفيلم ده، دي محدش بيخشها، محدش مسموح ان يخش. هذا الكلام دي مقفوله من بره، والناس اللي بتبقى مسؤوله عن ادارتها موجوده خارج القاعات ديت وخارج الصالات ديت. وانا بقول كلام يا هاني مش صحيح، تمام. انا بس بقول عشان تبقى الناس، الكلام اللي معمول ده هو مش هقول ده اكتر حاجه، ارقى حاجه موجوده في الدنيا، لكن احنا حرصنا على كده ان احنا ننشئ رقمنه في مصر تحقق لينا التقدم المطلوب، وايضا ان احنا ما نبقاش متخلفين عن الاخرين حتى نستفيد من الكلام ده. طب الاستفاده بتاعته ضخمه؟ طبعا ضخمه جدا كمان. ليه؟ لان تصوروا ان النهارده الحكومه انها بتعمل بينها وبين بين داخل الوزاره الواحده، تستطيع ان تعمل من خلال شاشات الحواسب اللي موجوده، وايضا تستطيع ان تتبادل المعلومات والقرارات مع بقيه الوزارات المختلفه. وبالتالي بقى شكل العمل وحجم العمل ودقه العمل وكفاءه العمل وسرعه العمل اكتر كتير من اللي احنا كنا ماشيين بيه قبل كده. ده كل ده ليه تكلفه، مش تكلفه اللي عملناه، تكلفه لو ما عملناهوش، تكلفه لو ما عملناهوش. في لوحه انت كنت حطيتها في المحاضره بتاعتك، فممكن نجيبها لو سمحتم، اللي هي 22 على 26 في المحاضره اللي فاتت. دكتور عمرو، فخلوني لغايه لما تحصل تيجي الشريحه ديت اقول لكم الارقام اللي اتكلفت بيها الموضوعات ديت. كملوا طبقيه الكلام بس، وفي وثمانيه على ايوه. طيب هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، اللي القواعد المراكز البيانات اللي احنا عملناها من ضمن الحاجات اللي عملتها ان هو خلت الدوله المصريه تعمل بالطريقه ديت. حربت الكلام ده بحاجه احنا بنعملها دلوقتي. اخر حاجه احنا بنعملها هي مدينه العداله اللي بتتعمل في العاصمه الجديده. فكنا يعني الدوله عملت
او الـ 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 يعني الـ مش عارف اقولها ازاي، يعني اتعرض عليا التخطيط بتاعها، وبعد ما اتعرض عليا التخطيط بتاعها طبقا للمعايير المناسبه قلنا طب ايه لو سمحتم خلوها لي خلوا لي المدينه دي رقميه. فدخلت الشركه المتخصصه في المجال وقالت بالطريقه اللي انتوا عاملينها دي انا هحط تعديلات على الكلام. وكان يعني المهم كان المهم حصل تعديل كبير جدا جدا على التصور الهندسي اللي احنا عاملينه للمدينه العداله اللي احنا بننفذها دلوقتي. دي بتخلي حجم العمل داخل المدينه ده زي ما الحكومه دلوقتي شغاله وبتشتغل اكتر، ولو احنا بنطور في البرامج اللي احنا عاملينها للحكومه بشكل مستمر ادائنا هيبقى اكثر تقدما واكثر تطورا واكثر جوده لينا. المهم على كل حال، طب تفتكروا الرقم اللي رقمنت مدينه العداله كام؟ انا بقول كده للناس اللي في مصر عشان هم يقولوا مثلا ايه انتم صرفتم كتير. انا ده اللي يهمني اقوله لكم، انتوا بتصرفوا كتير ليه يا محمد؟ هو انا عندي خيار تاني؟ يا يعني نبقى زي ما خليق ربنا اللي موجودين في الدنيا، يا اما نبقى متخلفين. نعمل ايه؟ ما نقدرش نعمل ده وتبقى الدنيا سهله وبسيطه، لان احنا احنا دوله مش غنيه، احنا دوله مش غنيه. ولو ما عملناش الكلام دوت، في لوحة تانية 8 على 26 برضو ولا ايوه 26 على 26 معلش 26 ايوه. انا بس هقف هنا، ده اللي المطلوب ان او اللي احنا التحرك بتاعنا اللي بنعمله. انا عايز اقول لكم على حاجة، أكبر قطاع ممكن، وأنا الكلام ده قلته قبل كده مرات وبقوله للمصريين عشان الناس اللي بتعلم ولادها تخلي بالها من الكلام اللي أنا بقوله، تخلي بالها من الكلام اللي أنا بقوله. بلد فيها 106 مليون دلوقتي، المفروض إن إحنا العنصر البشري اللي ممكن يعمل في المجال ده ويحقق لنفسه وللبلد أرقام غير خالص اللي الدكتور عمرو فرحان بيها، ولا انا بقول كلام صح؟ ان شاء الله الحق اكتر منها. لا لا ما اقصدش، انا يعني مصر لو عندها كوادر بشريه متقدمه، يعني هو بيتكلم هنا في التعهيد ده، يعني ده اقل قدره استخدام كوادر بشريه في العمل ده يا جماعه. احنا ممكن قوي، انا ما خرجتش عن المحاضره بالمناسبه او عن الكلام اللي بيتعمل، لكن عايز انبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع اولادهم في المراكز عشان يعلمهم في ثانوي، وانا معاكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن لو انتم ما وقفتوش مع اولادكم يا مصريين من ابتدائي واعدادي وثانوي عشان تعلمهم الكلام ده، فرص ان احنا نبقى غني هتبقى قليله. احنا ممكن يخش لنا 20 و30 و40 ولا انا مبالغ؟ ممكن جدا يا فندم، ممكن جدا واكتر. ممكن كام؟ يعني احنا يا فندم بنستهدف في عام 2026 9 مليار دولار من التعهيد فقط، والرقم ده ممكن يزيد لو زودنا عدد الكوادر المدربه. لا خليني في الحاجات المتخصصه قوي يا عمرو. احنا فنم التعهيد بيشتغل على ثلاث تخصصات. التخصص يعني فيه ناس كثيرة بتشتغل، ولكن القيمة فيه بيبقى الشاب الواحد يقدر يصدر في حدود من 25 ل 30 ألف دولار في السنة. المستوى الثاني اللي هو مستوى البرمجة، الشاب يقدر يصدر في العام الواحد من 50 ل 60 ألف دولار في السنة. المستوى الثالث زي تصميم البرمجيات أو البرامج المتخصصة بنسميها البرامج المدمجة، الشاب يقدر يتخطى 100 ألف دولار في السنة الشاب الواحد من الصادرات، ويوصل طيب ل 200 و300 الف دولار. طب المجال ده يا جماعه عايز مليون كل سنه، انا بقول كلام مظبوط؟ لا بالظبط، عايز مليون ايه كل سنه؟ كل سنه. انا بقى في مصر فين؟
انا ما خرجتش عن اللي انتوا شايفينه هنا. احنا بنعمل حاجات كتير قوي، كتير من الناس اللي يعني البساط ما يعرفوش هي بتتعمل عشان تحقق لنا ايه. بس انا بقول لكل اسره مصريه عندها اولاد في اعدادي وابتدائي دلوقتي، اذا كنتوا عايزين تعملوا لابنائكم ولبلدكم حاجه، خليكم في اللي انا بقول اللي احنا بنتكلم فيه ده. لازم بوصلتنا كمصريين، هو بيقول على المستوى الثالث اللي هو يعمل بمئة ألف وأكثر من مئة ألف كمان، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني ومن غير ما أجيب أسماء دول. في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا، لا يتعدى الملايين على الصابع الايدين الاثنين يعني، وبتعمل في المستوى الثالث اللي دكتور عمرو بيقول عليه ده، بيشتغل في المجال ده نص مليون اكتر يا فندم. طيب يعني واصلين ل 750 الف خلاص من غير ما نقول اسم الدوله. عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه 700 الف بني ادم، 500 الف بني ادم، كل بني ادم يعمل 100 الف دولار، يعني 70 مليار دولار. يعني ايه 70 مليار؟ ده عقل، ده ايه؟ لا عامل، لا عايز مصنع ولا عايز حاجه خالص، ده عايز بس على الدماغ وحاسب. انا بقول كلام معقول بالظبط يا فندم، هو ده اللي طيب. يعني نقطه مهمه، في دول تانية عندها 3.5 او 2 3 مليون وعددها يعني كبير قوي، ده بيشتغل كلهم في المستوى الثاني او اقل شويه. احنا بقى شغالين في انهي مستوى؟ الاولاني ده اللي هو بيجيب ايه وعددنا قد ايه. طب انا في اللقاءات ديت يا عمرو، هدفي كله حاجه واحده، ان انا اشاور لنفسي وللناس اللي عندنا، للحكومه، لوزاره التربيه والتعليم، لوزاره التعليم العالي، لكل للاعلام، للمثقفين والمفكرين، احنا بلاد ما عندناش موارد يا جماعه. 95% من مصر صحراء فاضيه، مفيش حاجه، يبقى مفيش عندي غير الايه؟ الانسان. طب انت بقى مهتم تعلمه ايه؟ انت مهتم تعلمه ايه؟ هتقول لي طب ما انت ما تعلم، احنا عاملين جامعات وكليات، وزي ما انت شفتوا البرامج اللي قال عليها الدكتور عمرو بعدد ضخم جدا، وبنستهدف ارقام من وجهه نظر الدكتور عمرو طموحه جدا، لكن من وجهه نظري متواضعه جدا. ليه؟ عشان عايزين نخرج من اللي احنا فيه، عايزين نخرج من اللي احنا فيه. لما يقول لي ان شاء الله في بنطلع 6 مليار دولار ولا 4 و دلوقتي، انا عايز 100 مليار، عايز 200 مليار، عايز 300 مليار، عايز ايه يا عمرو؟ ايوه لازم تعرفوا حجم انفاق دوله زي مصر، دوله كبيره قوي وطلباتها كتير، ومصر مش هتقدر تنتج كل طلباتها اللي الناس عايزاها، وتقولوا الدنيا غاليه. الحاجه الكلام اللي انا بقوله بربطه مع بعضكم ليكوا، دي شركه مع بعضنا، احنا كلنا مع بعض يا جماعه. لو اهتمينا بال 105 مليون، وكل انسان، كل مدير مدرسه، كل عميد كليه كان في دماغه ده، وانه يقعد على برامج مع الشباب والشابات اللي موجودين في الكليه عشان يشوف منهم اللي عنده استعداد اكتر ونركز معاه في البرامج ديت، انا المعدلات اللي حاططها عمرو مش هتبقى كفايه للي احنا عايزينه، لان معدلات نمونا السكاني اكبر من المعدلات اللي بيتكلم فيها دي. لما اجي اقول لك النهارده انت في، طب ماشي انا قلت في 500 الف، وهو قال لي لا ده 750 الف، ويعني بينكد عليا اكتر، ماشي وما يجراش حاجه. طب انتوا بقى كام في مصر؟ كم مننا في مصر في المستوى الثالث ده؟ قول يا دكتور. احنا فنم التعهيد حاليا لا 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 حاضر
هقول ثلاث مستويات. ايوه احنا التعيد حاليا احنا عندنا حوالي من 150 ل 180 الف شاب وشابه بيشتغلوا في مجال التعهيد. 60% في المستوى الاول، 25% في المستوى الثاني، و 15% في المستوى الثالث الاكثر يعني قيمه. احنا بنستهدف لان احنا الموارد لا خليني بس الله. نحول الارقام دي لعدد. العدد كله اجمالي كام؟ العدد 150,000. الصادرات 3.7 من 10. استنى بس استنى. انا مش بتكلم، شوفوا احنا بنتكلم في ايه. بقول لكم في دوله تانية عددها عدد سكانها اقل من عدد صابع ايديا الاثنين، يعني 6 7 كده مليون. مش عايز ازود اكتر من كده عشان كلامي ما يبقاش ملوش لازمه. الدولة دي فيها 700,000 بني آدم في المستوى الثالث. أنت دولة فيها 105 مليون، في الثلاث مستويات معاك 120,000، 150,000، 200,000، ولا حاجة. أنت قاعد بتشتغل بتعمل إيه؟ قاعد بتشتغل بتجيب كام؟ ما أنت لما هتجيب كتير هتصرف على نفسك وعلى أسرتك، ويبقى عندك عربية تشتريها وعندك يعني ناس تخدمك. ما انت غني. لكن لما انت تكون بتشتغل ودخلك بسيط يا دوبك عايز تاكل. انت فاهمين الفكره ولا؟ تمام. يبقى انا النهارده كانسان مصري، انا كانسان مش رئيس مصر، كانسان مصري ما بقاش معذب ان انا الاقي عندي 105 مليون اطلع من كل مليون 1000 من كل ايه؟ وانا عندي 65% من سكان مصر شباب وشابات. اللي عليا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من كرمه عليا، بعمل اللي ما حدش يفكر فيه. ولا انا غلطان هاني؟ صح. لا صحيح. صحيح. اللي ما حدش يفكر فيه كمسؤول في الدوله. لو كنت مشيت على المسار العادي اللي كان قبل كده في ال قبل 2018 ولا اعمل الكلام ده خالص. هجيبه منين؟ اصرف عليه اجيبه منين؟ مليارات الدولارات دي اجيبها منين؟ وبعدين هتطلع امتى العوائد بتاعتها؟ فاحنا بنعمل ده كتير من الناس يقول لك ده يمكن ملوش لازمه. هو انتم يعني مش عايزوننا نحلم لبلدنا انها تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها امكانيات لنمو حقيقي؟ في دور انا اعمله وفي دور احنا هنعمله. والله العظيم بدون مبالغه الدور اللي انا بعمله هو يعني عشان كده دايما اقول ربنا ربنا، لانه ربنا شرفني وعزني واكرمني ودايما بيرضيني بالكلام اللي احنا بنفكر فيه وبعدين يساعدنا ان احنا نعمله. لكن انتوا ما تلومنيش انا بس، انا الومكم انتوا كمان معايا. لكل انسان، لكل اسره مصريه، انا الكلام ده قلته من 3 4 سنين، مش كده؟ حصل. صح. وقلت ساعتها والدكتور خالد عبد الغفار زعل جدا مني وقال لي ازاي تقول ان احنا ما عندناش في وزاره التعليم العالي، كان ساعتها ماسك التعليم، ازاي تقول ان احنا ما عندناش غير 111 ولا 100؟ مش 111، 111 مش كده؟ عملنا اختبار عشان نجيب من الشريحة المتعلمين التعليم ده. عشان انا كنت عشان ان انا كان الواحد هيتكلف 30,000 ولا 40,000 ولا حتى 60,000 دولار عشان يتعلم التعليم ده، مش كده؟ تمام. يا فندم قصتك عايز 1000. والله وانا لو النهارده لو في 2000 و3000 مستعدين بتبقى للمعايير دي يجي هناخده، هاخده واعلمه. طب ده تيجي ازاي؟ قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام وحقوق وكده، طب هيطلع يشتغل ايه؟ هيطلع يشتغل ايه وتقول ما بيشغلناش، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومه يقول لك ما بتشغلناش ليه؟ هيشغله يقول لك طب يروح يشتغل مدرس، مش كده يا عمرو؟ صح. ده انا بقول لك على حاجه هتشتغلها وانت قاعد في بيتك.
هتعمل لك 20-30 ألف دولار في الشهر، وممكن توصل ل 100 ألف دولار في الشهر. يا مصريين يلي قاعدين تقعدوا في المراكز، تقعدوا تستنوا ولادكم بره عقبال ما ياخدوا الدوره والدراسه اللي بيدرسوها، اقعدوا على الكلام ده. كلنا، حد يقول لي الحكومة سياسات وهي الحكومة اللي تعمل ده، صحيح، احنا بنعمل استراتيجيات وسياسات تتنفذ والحكومة بأزراعها او بوزارتها تعمل، لكن لو ما كناش كلنا مع بعضنا نبقى فاهمين الفكرة عشان نركز فيها. بتركزوا على ان الابن او الابنة يجيب مجموع كويس قوي عشان يخش الطب والهندسة ولا بأس، بس خلي بالكم لو يعني انتم مش عايزين تقولوا لي يعني اذا كنت عندي 25 مليون في التعليم الاساسي ما فيش منهم حد يبقى متنحرر كده في المدرسه يشوف ويقول انا عندي الولد اللي في ابتدائي ده واعدادي عنده فرصه، خدوه خدوه علموه التعليم دوت. حد في عندي 4 مليون في الجامعه ولا 4.5 مليون مش قادر اجيب منهم من خلال كل عين لاجل خاطر بلدنا، لاجل خاطر مصر، تحطوا عينيكوا على الكلام ده عشان ننقيهم وندربهم ونجهزهم، عشان بدل ما يقول لي ان شاء الله في 2030 اوعدك ان هيبقى 9 9 ايه؟ اه والله صحيح 9 ايه؟ عايز 90. انتوا مش شايفين ان احنا ظروفنا صعبه ولا ايه؟ يعني انت النهارده جاي تفتتح الموضوع ده عشان انت بعد فتره بقالك كتير ما بتتكلمش، مش كده؟ انا بكلمكم عشان انتم اهلي وناسي ودي بلدنا كلنا، واذا كنتوش يعني تنسوا نفسكم وتفكروا فيها هي عشان البلد دي تبقى ليها مكان كبير. اللي معمول ده انا ما اتكلمتش عنه كتير قوي عشان لاسباب خاصه بيا يعني، لان كده، لكن اللي معمول ده فوق خيالكم. اللي معمول ده من ناحيه التقدم وحاجات كتير قوي فوق خيالكم، وبلد زي مصر ما تعملوش ولا تفكر فيه لان هي غلبانه. جيب منين يعني؟ لكن عملناه، مش هنعمله؟ عملناه. في حاجات من اللي هنا موجوده دي موجوده تحت الارض، ما تتضربش بأي أنواع من القنابل يعني، بس أنا ما اتكلمتش في دي يعني. حاجات كتير كده. الكلام ده خلاص كفاية كده. شكرا جزيلا. تنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تتضمن بناء مجتمع رقمي، قامت الدولة بإنشاء مراكز بيانات موحدة لاستضافة وتشغيل منظومات الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة. كلمة المهندس محمد جمال النعيري مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم. يعتبر بناء بنية معلوماتية موحدة وتجهيزات تكنولوجية لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية هو ضرورة لوصول هذه الجهات لمراكز البيانات للحصول على الخدمات التكنولوجية المختلفة طبقا لآلية وضوابط محددة وبطريقة آمنة. والبنية المعلوماتية للوزارات والجهات في الحي الحكومي تم تنفيذها بأعلى المعايير القياسية، وتعتبر هي الأكبر حجماً والأعلى تكنولوجياً في الشرق الأوسط والمنطقة، وبتتكون من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات وتوصيل الخدمات المعلوماتية ل 300 ألف مخرج نقل بيانات لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية. وطبقا لتوجيهات سيادتكم نحو تأمين البيانات وحمايتها، ف
فبنأكد ان البنية التكنولوجية المنفذة بتمنع دخول اي جهاز او معدة او مستخدم دون ان يكون مسموحا له بذلك مسبقا، كما تطبق عليه ايضا جميع معايير التأمين والحماية. وهذه البنية التكنولوجية يا فندم مكنتنا من تفعيل خدمات هامة جدا، منها اننا قدرنا نربط الوزارات والجهات الحكومية بمركز البيانات الرئيسي للدولة لتلقي الخدمات التكنولوجية وللعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية على كل من السحابة الحكومية المغلقة الجي كلاود والسحابة الحكومية العامة البي كلاود، وده بيتم من خلال أجهزة الحواسب الآلية الصفرية اللي بلغت حتى الآن 50,000 جهاز حاسب آلي صفري. ومكنتنا كمان من تشغيل خدمة المكالمات التليفونية لجميع الجهات الحكومية من خلال 26,000 تليفون رقمي حتى الآن، وتشغيل خدمة البث التلفزيون الرقمي ل 1200 شاشة رقمية حتى الآن أيضا، كما ساهمت في توفير بيئة العمل ل 14,000 كاميرا لصالح منظومة كاميرات المراقبة اللي بتغطي جميع المباني الحكومية داخليا وخارجيا، وبتمكن كل جهة من متابعة ومراقبة المباني الخاصة بها. ومن خلال هذه البنية التكنولوجية أيضا قدرنا نشغل خدمة الإنترنت لموظفي الوزارات والجهات الحكومية سلكيا من خلال أجهزة الحواسب الصفرية على السحابة الحكومية العامة البي كلاود، ولا سلكيا من خلال المحطات اللاسلكية اللي بتغطي جميع الأماكن بصورة نموذجية وبأعلى المعايير الفنية في جميع مباني الحي الحكومي بإجمالي 23,000 محطة لاسلكية. وعشان يا فندم يبقى في ضوابط ومحددات في استخدام الإنترنت، تم إعداد منصة موحدة للجهات الحكومية بتمكن مدير وحدة التحول الرقمي في كل وزارة أو جهة من تحديد الصلاحيات والسرعات ومتابعة الاستهلاك لمتلقي خدمة الإنترنت في كل جهة. كما تم أيضا تجهيز وتشغيل 1245 قاعة اجتماعات وقاعة أزمات بأحدث أجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات، وتم تنميط هذه القاعات لتلبي الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية في الحي الحكومي طبقا لأعلى المعايير القياسية والفنية الخاصة بذلك. كما تم أيضا تجهيز وتشغيل بوابات الدخول والخروج الإلكترونية لمداخل المباني الحكومية للتحكم في عملية الدخول والخروج ولتسجيل حضور وانصراف الموظفين من خلال التكامل والربط آليا بمنظومة الموارد البشرية الموجودة بمركز البيانات الرئيسي للدولة، واللي بتمكن مسؤول الموارد البشرية في كل جهة من متابعة حضور وانصراف الموظفين وتوقيتاتهم. واستخدمنا مع هذه البوابات يا فندم أسرع قوارئ بيانات في العالم لضمان سرعة عملية الدخول والخروج بدون أي تكدس، خصوصا في أوقات الذروة. وهذه القوارئ بتدينا كمان ميزة هامة جدا، هي عدم حدوث أي تلامس معها أثناء إجراءات الدخول والخروج لضمان عدم انتقال أي عدوى، وخصوصا مع دخول وخروج هذا العدد الكبير من الموظفين يوميا. وبنأكد لسيادتك يا فندم ان البنية التكنولوجية الحالية بتستوعب اضعاف الارقام اللي تم عرضها، وبتستوعب ايضا اي زيادات او احتياجات مستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، وساهمت بشكل كبير جدا في سرعة انتقال 114 وزارة وجهة حكومية للعاصمة الإدارية انتقالا فعليا. وبيتم ايضا تقديم الدعم الفني لهم من خلال مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني لضمان استمرار العمل بصورة مستقرة في جميع الوزارات والجهات الحكومية. شكرا جزيلا يا فندم. باشمهندس محمد، انا بس عايز أأكد معاك، مش ليا لكن للناس عشان تسمع، ان احنا عاملين فصل كامل ما بين الحواسب اللي شغالة بالانترنت وبقية الشبكة، مش كده؟ تمام يا فندم. بس كنت عايز أكده معاك مش عشان الناس تسمع وتعرف ان اللي معمول ده يمكن مش كتير من الدنيا عاملاه يعني، ولا انا بقول كلام مبالغ فيه. تمام يا فندم. طيب النقطة التانية بس اللي هي ان المركز ده، هم قالوا في مركز رئيسي وتبادلي
مش كده؟ تمام يا فندم. ده على اساس ان لو حصل حاجه لا قدر الله في مركز منهم يبقى في مركز قادر ان هو بيقوم تبادليا يا فندم متزامنا معاه بنفس اللحظه بدون تاخير. تمام يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم. بالفكر والتخطيط وعقل وسواعد أبنائنا بالكفاءات البشرية المتقدمة زي ما سيادتك أشرت سيادة الرئيس، إن شاء الله هنواصل الوصول إلى مصر الرقمية، هذه الاستراتيجية التي بالفعل يعتبر محورها الأساسي دائما هو الإنسان. بشكر فخامتك سيادة الرئيس وبستأذنك في جولة تفقدية بهذا المشروع. شكرا لحضرتك. ألف شكرا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى إلى مرحلة مقبلة. الآن استمعنا إلى شروحات، استمعنا إلى الفوائد، استمعنا إلى كثير من البيانات، لكن حان أن نتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد ويفتتح هذا المركز المهم، هذا المعرض كذلك المقام على هامش هذا الحدث المهم. التكنولوجيا وأمن المعلومات هما كلمتا السر. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم جولة تفقدية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلالها نشاهد المعرض، معرض مركز بيانات والحوسبة السحابية وأيضا مركز المعلومات. لنا جميعا كمصريين أن نفخر بعقول المصريين وبأيادي المصريين التي عملت على التفكير والإنجاز في هذا اليوم، إنجاز جديد يضاف إلى أجندة الوطن، وهو مركز البيانات والحوسبة السحابية الذي من خلاله يتم جمع البيانات، بيانات مختلف القطاعات والحكومة بشكل عام وأيضا المواطنين، ومن خلاله هيقدم خدمات مختلفة سواء على مستوى الأفراد أو مستوى القطاعات الحكومية. لنا جميعا مشاهدينا الكرام وكمصريين أن نفتخر بهذا الإنجاز وأيضا بعقول المصريين وبأيديهم. إذا تحدثنا عن تقدم الأمم فهذا يرتبط بأمور عدة، لكن على رأس تقدم الدول يأتي المجال الصناعي وكذلك مجال التكنولوجيا وصناعة التكنولوجيا وصناعة المعلومات، لأنه ارتباط المعلومات والتكنولوجيا أمر وثيق للغاية. من منا لا يقضي أكثر من نصف يومه مع المعلومات، مع شبكة الإنترنت، مع الجهاز الموجود لديه في يده وفي يد الجميع. هو أمر له فوائد كثيرة وله أيضا مخاطر عدة وله مدار بطبيعة الحال. محمد، تذكرت الآن وقت أزمة كورونا وكان هناك يعني التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في تسهيل الخدمات، ويعني معظم الناس أو كل الناس طبعا كانت موجودة في المنازل وفي البيوت، ولكن من خلال الخدمات المختلفة ومن خلال الموبايل يعني في كافة اليد كان هناك سهولة كبيرة جدا في الحصول على مختلف الخدمات وتوصيل مختلف يعني الطلبات لكل المواطنين. فهي أزمة كبيرة كان من خلالها التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الجديد يلعب دوره في تسهيل حتى الحياة على مختلف الفئات ومختلف الشعب. الحقيقة أنت ذكرتي نقطة مهمة يا حكمة، حينما اضطررنا لأن نحول حياتنا عن بعد، لأن نقيم كل أمور الحياة وأن تسير الحياة ولكن عن بعد. حتى التعليم في المدارس وفي الجامعات ظهرت أهمية التكنولوجيا. إذا كنا نستخدم التكنولوجيا فقط ولا نملك أسبابها ولا نملك كيفية صناعتها، النوهاو كما يقولون. لذلك هناك شرط للشركات التي الأجنبية التي تعمل في مصر، هناك شرط بأن ينقلوا الكيفية، النوهاو للصناعة. بدأت مصر في إنشاء عدد كبير من المصانع الخاصة بالتكنولوجيا، أعتقد أنه في تابلت مصري وموجود
ليس فقط اللي مع الطلاب، لكن هناك تطورات كثيرة، هناك أيضا أجهزة محمول، هناك صناعات إلكترونية مهمة للغاية، فكرة التصنيع لكن أيضا فكرة البيانات وفكرة المعلومات. هذا هو الشق الثاني، الهاردوير أولا والسوفتوير ثانيا. ولكن نقف الآن أو اليوم في هارد ديسك مصر، لأنه بيجمع البيانات جميعا ويعمل على تسهيل تقديم الخدمات. دعنا نتحدث أيضا عن الشق الأمني. من فينا يعني يذكر معلومة أو يبحث عن شيء في التكنولوجيا الحديثة وبسرعة البرق تظهر الأفكار المشابهة لما تفكر فيه على أجهزة الموبايل؟ هذه عبارة عن أفكار تتم من خلال التطبيقات المختلفة ويتم بيعها بين مختلف التطبيقات. هذه التطبيقات طبعا خارج جمهورية مصر العربية، ولكن مركز البيانات والحوسبة السحابية هيكون ليه دور كبير جدا في تأمين معلومات المصريين والعمل يعني على صد أي هجمات والحفاظ بشكل كامل على معلومات المصريين. منظومة متكاملة، نعم، مترابطة، وأيضا المكان مهم للغاية. هناك اختيار لأماكن بعينها، العاصمة الإدارية. هناك منذ يمكن أكثر من عام ذهبت في، كنت أقف نفس هذا الموقف في افتتاح مركز مهم للغاية للبيانات وحماية المعلومات في منطقة المقطم. هناك كذلك في أماكن أخرى مراكز مهمة مؤمنة تحت الأرض، في منشآت للغاية مؤمنة ومهمة. التأمين ليس مكانيا فقط، لكن أيضا أمن فكريا. المعلومات، أمن المعلومات مهم. لدينا خبراء ولدينا قدرات، ونعمل على بالفعل تطوير هذه القدرات بكل تأكيد. الجولة على وشك أن تبدأ، افتتاح هذا المركز المهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد دقائق يتوجه لهذا الافتتاح وأيضا تفقد المعرض. يعني العقل الإلكتروني، العقل الإلكتروني المصري الجديد، مركز البيانات والحوسبة السحابية. دعونا نشاهد سويا. كل التحية. سيادة الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم، اشكرك على الاستضافه الكريمه. طبعا النهارده يوم مميز جدا كمركز البيانات والحوسبه السحابيه، يعني ماذا يقدم هذا المركز والجديد والانجاز الخاص بالنسبه لمصر؟ شكرا يا فندم على الاستضافه الكريمه. النهارده بالفعل يوم في غايه الاهميه في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويعني تقدم مصر في طريق بناء مجتمع رقمي او مصر الرقميه. النهارده ان شاء الله السيد الرئيس سيشرفنا بافتتاح ثلاث مراكز بيانات عملاقه. مراكز البيانات العملاقه هي من ناحيه عقل الدوله المصريه وذاكرتها، لانه في الفتره التي سبقت الانتقال إلى العاصمة جرى إعداد أكثر من 600 تطبيق لميكنة أعمال 114 وزارة وجهة منتقلة للعاصمة. كل هذه التطبيقات مستضافة داخل مراكز البيانات العملاقة. أيضا جرت أكبر عمليات أرشفة في الشرق الأوسط بأرشفة جميع الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية، أكثر من 400 مليون ورقة تم أرشفتها وحفظها رقميا.
كذلك أعددنا مجموعة من البرامج التشاركية التي تتشارك كل الوزارات في استخدامها كالموارد البشرية وإدارة المشروعات والتراسل وغيرها. كل هذه البرامج وكل هذه المستندات نحتفظ بها داخل مراكز البيانات العملاقة. كذلك مراكز البيانات العملاقة تشجع الشركات العالمية المتخصصة في بناء السحب الحوسبية على ضخ استثمارات في مراكز البيانات هذه وإقامة سحب حوسبية تتاح للقطاع الخاص. بذكر دائما التحول الرقمي ما يبدر إلى ذهن المواطن الاستغناء عن العنصر البشري، ولكن مركز البيانات والحوسبة السحابية لا يستغني أبدا عن العنصر البشري كعنصر مهم. التكنولوجيا لا تحل محل الإنسان، ولكن الذي يتغير ويتبدل مع تطور التكنولوجي هو مصفوفة المهارات المطلوبة في سوق العمل. هذا هو ما يتغير، وهذا هو ما يجب أن نتنبه إليه جميعا في إعداد الكوادر البشرية. نعم، هناك أعمال ومهام يقوم بها الإنسان اليوم ستنفذها الآلات غدا، ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن الإنسان، وإنما يعني تطوره وتطور ما يقوم به. المركز النهاردة بيقدم إيه على مستوى المواطن كخدمة؟ المركز الحقيقة بيقدم على مستوى المواطن 170 خدمة، هي كل الخدمات الحكومية المميكنة التي تقدم من خلال منصة مصر الرقمية، موجودة بالكامل داخل المركز، مركز البيانات هذا، تقدم بشكل أكثر استمرارية أكثر ثبات وسرعة لمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. دايما هنسأل عن الجانب الأمني يا فندم، وبمجرد ان هو المركز داخل جمهورية مصر العربية فهو يتمتع بالأمن، وأيضا يعني يمسك زمام الأمن بالنسبة للمعلومات. بالفعل المركز يعني مقام بمواصفات فنية عالية، روعي فيه مستويات تأمين يعني مرتفعة جدا. يعني بعد كده مش هنسمع كمان عن السيستم واقع في مختلف القطاعات مثلا او في خدمه معينه، يعني دي خلاص مش هنسمعها تاني. السيستم واقع دي الحقيقه يعني بتبقى بسبب اكثر من عنصر من عناصر تقديم الخدمه. طبعا هذه المراكز تسهم في ثبات الخدمه واستمرارها بشكل افضل بكثير. سياده الوزير شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.
برحب بضيفنا دكتور محمد الجندي خبير امن المعلومات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. النهارده هنتكلم عن مركز البيانات والحوسبه السحابيه. عايزين نعرف في البدايه ما هدف المركز. هو الحقيقه يعني احتياج الدوله لوجود خدمات رقميه وبعض الصناعات التكنولوجيه المهمه جدا زي الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والحاجات اللي بتحتاج لما يسمى بالحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتنج. الحقيقه الدوله في احتياج كبير ليها، وطبعا بتوجيهات سياده الرئيس تم انشاء هذا المركز، والمركز ده بيخدم تكنولوجيا الحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتنج. والكلاود كومبيوتنج ده حضراتكم عارفين ان هو يعني من الحاجات المهمه جدا الخاصه بتطوير بعض الصناعات اللي احنا محتاجين لها بعض الخدمات اللي تكون متوطنه في الدوله المصريه، زي مثلا الذكاء الاصطناعي. ما ينفعش ان انا اعمل ذكاء اصطناعي من غير ما يكون عندي مثلا حوسبه سحابيه الكلاود كومبيوتنج، لانه بيحتاج كومبيوتنج باور كبير جدا، بيحتاج بعض الحاجات اللي لازم تكون موجوده داخل الدوله. وطبعا حضراتكم عارفين ان احنا اصلا الدوله بتاعتنا صعب جدا ان احنا يكون عندنا بيانات خارج حدود الدوله نظرا للاطر القانونيه والحمايه الخاصه بالبيانات بتاعه المواطنين وهكذا. وبالتالي كان مهم جدا يكون عندنا مركز، هذا المركز بيخدم الخدمات اللي زي الذكاء الاصطناعي، زي معالجه البيانات، زي الاحتفاظ بالبيانات الهامه الخاصه بالدوله داخل اطار جمهوريه مصر العربيه. طب يعني اكيد كتير هيسال ايه الفرق ما بين الحوسبه السحابيه ومركز البيانات التقليدي جدا اللي هو يعني بالفعل موجود حقيقي؟ يعني مراكز بيانات الطبيعيه بيبقى فيها خدمات زي خدمات نقل البيانات، خدمات الاحتفاظ بقواعد بيانات البرامج والتطبيقات، ولكن الحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتنج بتتيح كمان استضافه الخدمات الرقميه الخاصه بالحكومه، وده شيء مهم جدا لانه انا محتاج خدمات يكون عندي قدره على كدوله ان انا استضيف كامل الخدمات الخاصه بالمواطنين داخل المنظومه الحكوميه وداخل الاطار الوطني. فده هيسهل فكره استضافه اغلب الخدمات الرقميه اللي موجوده في الدوله لكافه المؤسسات، وده طبعا هيعود بشكل. عايزين مثال يا دكتور. يعني مثلا انا عندي تطبيقات خاصه بخدمه المواطنين، خدمه المواطنين دي لو انا محتاج ان انا اضيف عليها خدمات زي الذكاء الاصطناعي هبقى محتاج كلاود كومبيوتنج، هبقى محتاج خدمات على السحابه. فطبعا انا نظرا لان ما فيش سحابه طبعا قبل وجود المركز ده، فما كانش ينفع ان انا اطلع خدمات دي بره حدود الدوله، وبالتالي انا لازم يكون عندي المركز ده جوه الدوله عشان اقدر اضيف الخدمات اللي زي الذكاء الاصطناعي وغيره داخل التطبيقات يعني اللي بتخدم الجمهور. ببساطه كده اطلاق تطبيقات خاصه بينا ومنصات خاصه بينا. بالظبط، يبقى عندنا منصاتنا، يبقى عندنا التطبيقات الخاصه بينا نقدر نضيف عليها خدمات جديده للذكاء الاصطناعي. مثلا اقدر اعالج بيانات المواطنين بتوعي داخل حدود الدوله. بس حكومه ولا افراد؟ هتبقى خاصه بالحكومه ولا الافراد؟ هو المفروض المركز بيخدم الخدمات الحكوميه، وده اللي في الاخر هيعود على المواطن، لان المواطن في النهايه عايز خدمه من الحكومه. ما هو حضرتك سبقتني في السؤال، لان دايما اي افتتاح او اي انجاز جديد بيضاف الى يعني اجنده الوطن دائما ما يتساءل المواطن يعني ماذا استفيد من هذا الانجاز. بالظبط، لا هتستفيد كتير، هتستفيد ان سرعه الخدمات هتبقى اعلى، الحكومه هتبقى قادره على انها تقدم لك خدمات اكتر، لان دلوقتي زي ما اتفقنا انا دلوقتي عايز اعمل خدمه، الخدمه دي تكون سريعه، تكون امنه، لازم تكون موجوده جوه حدود الدوله المصريه، تتيح لي خدمات سريعه جدا، لازم الدوله يكون عندها مثلا تقنيات زي الذكاء الاصطناعي عشان اقدر احلل البيانات، اقدر اقدم لك خدمات حسب المواطن ما هو عايز. فلازم يكون عندي الخدمات دي موجوده داخل مركز البيانات الخاص بيا، وده هيفيد المواطن بشكل كبير. يعني كل الخدمات الحكوميه اللي الناس بتروح مثلا تقف طابور عشان تطلعها دلوقتي حضرتك ممكن تطلعها، هتطلعها وانت في البيت، لانه هيبقى في منصه خاصه بيها موجوده على الكلاود كومبيوتنج او على السحابه، ويقدر ياكسس ليها من اي مكان كمان في العالم، وده شيء مهم جدا بالنسبه للمواطن. احنا عارفين يا دكتور يعني التطور التكنولوجي الرقمي تحديدا هو بيعد دلوقتي احد اعمده الاقتصاد عالميا، تحديدا لو اتكلمنا عن مصر او دور المركز، مركز البيانات والحوسبه السحابيه في جذب الاستثمارات والاقتصاد. هو الحقيقه واحده من الحاجات المهمه جدا اللي مصر بتتميز بيها هو الموقع الجغرافي، والموقع الجغرافي احنا مصر هب للاتصالات، فمهم جدا ان احنا نزود من المراكز الخاصه بالبيانات والكلاود كومبيوتنج في المنطقه عموما. احنا بنخدم منطقه كبيره جدا، احنا بنخدم منطقه البحر المتوسط، بنخدم منطقه اسيا، بنخدم منطقه افريقيا، طبعا موقع استراتيجي. فاحنا مهم يكون عندنا محور كبير لمراكز البيانات اللي من النوع ده، لان ده هيفيد استقطاب الجهات الراغبه في انها تستثمر في مصر في وجود خدمات رقمية ليها في مصر، فده هيعود على الدولة أكيد بشيء مهم جدا في الاقتصاد. دكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم.
زمايلك معاك يا ابني. هنا هننزل على صالة الخدمات اللي هي فيها السيرفرات، ثم المركز أو الجزء اللي التعافي من الكوارث. تفضل. هنا فندم بيبقى في قاعات اختبار وتوثيق للبيانات، ثم في قاعات للتدريب بيبقى فيها جميع الجهات اللي هي جميع الجهات الحكومية والدولة ممثلة فيها، عشان دي بتدي خدمات حكومية. عمرو فاروق فندم مدير المشروع، وهعرض على سيادتك فكرة عمل المركز. المركز يا فندم تم تنفيذه في نص المدة من خلال الخمس محاور الرئيسية، تم تنفيذهم بالتزامن. المركز يا فندم المحور الأولاني كان المحور الإنشائي اللي احنا راعينا فيه البعد في تصميم وبعد الحضارة المصرية والبعد التكنولوجي اللي نظر لطبيعة العمل اللي موجودة في المكان. المحور الثاني كان المحور الفني اللي احنا ابتدينا تجهيز البنية الفنية للمركز من خوادم ووسائط تخزين وأجهزة شبكات، بحيث يبقى قادر على تنفيذ فكرة العمل اللي هي فكرتها تجميع البيانات من مصادرها المختلفة زي مراكز البيانات المختلفة، بعض الصناعات المختلفة زي بيانات الحركة للصادرات والوردات اللي جاية من المواني، بيانات المنظومة الصحية، بيانات التشغيل لمنظومة النقل، بيانات الطاقة في الكهرباء والبترول، وبيانات التعافي من الكوارث الموجودة في مراكز السيطرة على مستوياتها المختلفة. المركز فندم بيقوم بتجميع البيانات من خلال شبكات الألياف الضوئية أو من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس اللي بتوفرها الشبكة الوطنية. اللي بعد ما يتم التجميع فندم في المركز، بيقوم مركز باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي ومنصة البيانات تحليل البيانات الهائلة بمعالجة البيانات ووضعها في صورة تصلح للاستخدام، سواء كانت على صورة مؤشرات بتحسن دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية أو في صورة توصيات لمتخذ القرار. المحور الثالث فندم اللي احنا اشتغلنا فيه برضو على التوازي هو بناء القدرات البشرية علشان يكونوا قادرين على إدارة العمل داخل المركز، وبالذات ان دي تكنولوجيا حديثة لسه داخلة مصر وداخلة شمال افريقيا. ضربناهم على ثلاث مراحل، مرحلة تدريب نظري وعملي، ثم تعايش في بيئة تشغيلية مشابهة للبيئة اللي احنا موجودين فيها. المحور الرابع وباستغلال الكوادر البشرية اللي تم تدريبها والقدرات الهائلة للمركز، تعاوننا مع اكتر من جهة علشان نطلع بمخرجات تحقق الاهداف بتاعة هذه الجهات في استخدام القدرات الهائلة اللي موجودة في المركز. ونجحنا فعليا في الجينوم ده سيادتك اثناء التفقد سيادتك هتشوفه، وبعض الخدمات الاخرى برضو موجودة. المحور الخامس والاخير هو اللي انا عشان خاطر اقدم الخدمات لكن لازم في تنظيم للعلاقة بيني وبين الجهات المستفيدة، وبناء عليه احنا عملنا مقترح لسياسات تنفيذية
وسياسات الاستخدام بتاعة الحوسبة السحابية اللي هي موجودة أمام سيادتك اللي هي دي فندم. فدي فيها الشرح التفصيلي لكل السياسات الاستخدام والتنفيذ للحوسبة السحابية. أراهن سيادتك يعني تحت أمر سيادتك وسيادتك تتفقد الخدمات الموجودة فندم. مهندس عبد المنعم راشد مركز الحوسبة السحابية البي 1، هعرض على سيادتك يا فندم ايه هو مركز الحوسبة السحابية البي 1 وبيتكون من ايه وايه الخدمات اللي بيقدمها. المركز هو اول سحابة وطنية مصرية بتجمع بين مراكز البيانات التابعة للوزارات لتحقيق اقصى استفادة من البيانات، وده هيساعدنا على سرعة التحول الرقمي باحدث التقنيات. المركز متقسم لثلاث قطاعات هم السي والجي والبي لتقديم الخدمات الاكثر خصوصية والخدمات الحكومية وخدمات للمواطنين. المركز بيقدم خدمات بنية أساسية مختلفة من حوسبة وتخزين وشبكات وقواعد للبيانات ومخازن للبيانات الضخمة، بالإضافة للخدمات الأكثر تطورا زي خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات تحليل البيانات الضخمة، وهنعرض على سيادتك أمثلة عملية لبعض التطبيقات خلال المعرض. المركز وفر لنا مميزات جديدة فندم ما كانتش موجودة قبل كده. أول وأهم ميزة أن المركز قادر يستضيف بيانات وتطبيقات الهيئات والوزارات، ده هيخلينا نقدر نعالج ونحلل البيانات دي بخصوصية وإدارة مصرية بدلا من اللجوء لسحابة خارج مصر. بالإضافة فندم قدرت أعمل تبادل البيانات بين الوزارات بشكل أكبر، بقى عندي وحدات تخزين ضخمة، قدرت أستفيد من خدمات الذكاء الاصطناعي وبنستخدم أحدث آليات التأمين السيبراني. طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم تم الانتقال من مراكز البيانات النمطية لتكنولوجيا الحوسبة السحابية، فكان بيواجهنا بعض الصعوبات والمشاكل في مراكز البيانات النمطية، مركز الحوسبة السحابية حلها. أول حاجة فندم إن المستخدم قدر يتحكم في الموارد بتاعته زي وحدات التخزين ووحدات المعالجة والخوادم عن بعد، ويزودها ويقللها بطريقة آلية وبسهولة على حسب استخدامه. قدرت أعمل مشاركة لمنصات الذكاء الاصطناعي والموارد على جميع المستويات، بقيت بقى أقل عدد من المعدات والخوادم أحقق منها أقصى استفادة واستغلها الاستغلال الأمثل، وده بالتالي قلل التكلفة. بقى عندي أنواع حوسبة متنوعة اللي بتعتمد على أحدث تكنولوجيا المعالجات زي الجي بي يو والإم بي يو. الجي بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في العمليات اللي محتاجة قدرة عالية في المعالجة زي التطبيقات الهندسية، وإحنا استخدمناه بالفعل في مشروع تحليل البيانات الوراثية. والإم بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. عشان اقدر يا فندم احقق كل اللي انا عرضته على سيادتك من خدمات وتطبيقات بيقدمها المركز، كان لازم اعتمد على بنيه تحتيه قويه تضمن للمستخدم جوده واستمرار الخدمات اللي احنا بنقدمها. عشان كده تم الاعتماد على شبكه الياف ضوئيه بسعه 400 جيجا بت بتربط مركز الحوسبه السحابيه بمراكز البيانات المختلفه للوزارات والهيئات، شبكه عاليه الاستقرار وبتقدم خدمه بلا انقطاع وبتعتمد على نظام تشغيل وصيانه ذكي. اي امر يا فندم. مهندس ياسر محمد شلبي فندم مركز الحوسبة السحابية، قدرنا فندم من خلال خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ان احنا نصمم منصات لتبادل ومشاركة البيانات الضخمة بين الوزارات والجهات الحكومية، وكان الهدف منها فندم هو دعم التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية الرقمية فندم وحوكمة البيانات، وبالتالي تعظيم قيمتها فندم وتعزيز القدرة منها فندم لمساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية. على سبيل المثال فندم تم تصميم منصات لتبادل وتحليل البيانات لبعض الجهات الحكومية كانت بغرض فندم جميع المنظومات والبيانات والإحصائيات على منصة واحدة، وبالتالي التغلب على المشكلات اللي كانت موجودة فندم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. دلوقتي فندم من خلال خدمات الحوسبة السحابية نقدر نمكن الجهات والهيئات من مشاركة بياناتها مع الجهات المعنية سواء داخل الوزارة الواحدة فندم أو مع الوزارات المختلفة للوقوف على المؤشرات السلبية فندم وتحديد المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة بشكل علمي ودقيق وفي أسرع وقت ممكن. وكمان فندم عن طريق تعميم وتطبيق النموذج ده من المنصات مع كل الجهات الحكومية والوزارات نقدر نساعدهم في حوكمة بياناتهم فندم ودعمهم في الإدارة والتشغيل والمتابعة وتقييم العاملين فندم، وبالتالي ينعكس على المواطن في تحسين الخدمات المقدمة أيا كان نوع الخدمة فندم. كمان فندم نقدر نربط مراكز البيانات في كل الجهات الحكومية والوزارات بمركز الحوسبة السحابية، وبالتالي في حالة حدوث عطل مفاجئ أو مشكلة جسيمة فندم في مركز بيانات وزارة معينة لأي سبب من الأسباب بنضمن فندم استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي جدا وبدون تأثر. وكمان نقدر نمكن البيانات فندم مراكز البيانات في الوزارات من استعادة بياناتها مرة أخرى، وبكده فندم نقدر نوفر التكلفة المالية اللازمة أو نرشدها لبناء مراكز بيانات احتياطية لكل وزارة على حدة.
اخيرا فندم، عشان يتم تبادل مشاركه البيانات الضخمه بين الوزارات والجهات الحكوميه كان لابد من وضع اطار عام وسياسه واضحه ومحدده لتنظيم وترتيب واداره البيانات واتباع المعايير الدوليه فندم لتامين البيانات بشكل كامل وتصنيفها حسب درجه السريه والخصوصيه فندم، وده اللي قدرنا نعمله فندم في المركز بالفعل. شكرا فندم. تحت امرك. مهندس عبد محمد، مركز الحوسبة السحابية استخدمنا فندم البنية الأساسية للمركز وإمكانيات شبكات المختلفة لبناء وتنفيذ المنصة الرقمية لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كان هدفنا فندم إن احنا نعمل توطين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وده تم من خلال التعاون المشترك بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية، وتم بناء المنصة مرورا بثلاث مستويات. المستوى الأول إن احنا فندم استخدمنا منصة تطوير الذكاء الاصطناعي بالأدوات المختلفة اللي موجودة فيها ومعالجات مخصصة للذكاء الاصطناعي لبرمجة وتنفيذ بعض الخدمات المصرية زي التعرف على اللهجة المصرية، وده نموذج يا فندم دربناه على اللهجات لمحافظات مصر المختلفة نستخدمه في مراكز الاتصال وفي التطبيقات الأخرى، تحليل الفيديو يا فندم بالذكاء الاصطناعي، ونفذنا نموذج للإدراك الجغرافي وتصاميم ثلاثية الأبعاد، وحاليا يا فندم بننفذ نموذج لإدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بديل لتطبيقات شات جي بي تي اللي ظهرت الفترة الأخيرة وحصل فيها طفرة، بندربه من خلال المعلومات المصرية مصادر المعلومات المصرية، وبيتم معالجة اللغة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة لتنفيذ النموذج. الهدف يا فندم من النموذج تجنب التحيز والتوجيه الفكري الأجنبي لبعض المعلومات المغلوطة بالنسبة للمواطن المصري حفاظا على الهوية المصرية، ونقدر يا فندم نستخدمه في بعض الصناعات للجهات المصرية المختلفة. الخدمات يا فندم اللي احنا نفذناها بنقدر نستفيد منها في مجموعه من المنظومات زي التشغيل والاداره الذكيه للمركز، وده يا فندم تغلبا على مشاكل المراكز النمطيه في عمليه متابعه الاعطال والتغلب عليها وعرض المؤشرات الخاصه بدرجات الحراره داخل المركز، وبالتالي يا فندم نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي للاستخدام الامثل لانظمه التبريد منعا للكوارث. كمان يا فندم استفدنا من خدمة الإدراك الجغرافي وتصاميم ثلاثية الأبعاد في منظومة إدارة وتشغيل المدن الذكية، وده فندم نموذج طبقناه على حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. المنظومة فندم بتدعم متخذ القرار في متابعة التطورات والتحديثات المختلفة داخل المدن، وكمان يا فندم بتقدر تتابع المخالفات زي البناء الغير قانوني والتأثير على الرقعة الزراعية، ونقدر يا فندم نستفيد من المنظومة ونطبقها على المدن الأكثر احتياجا للنوع ده من المخالفات. كمان يا فندم طبقنا المنظومة على مدينة سانت كاترين، وفي النموذج يا فندم بيوضح التغيرات اللي تمت من سنة 2018 لسنة 2023 باللون الأزرق الإنشاءات القديمة وباللون الأحمر التحديثات اللي تمت على مدار الوقت. كمان يا فندم استفدنا من خدمة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في المنظومة الذكية للمراقبة تغلبا على مشاكل المنظومات النمطية زي يا فندم الأخطاء اللي بتسبب فيها العمل البشري في تحديد المخالفات والحوادث داخل المدن، والتكلفة العالية يا فندم لتحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي للكاميرات النمطية، فتم التغلب من خلال ربط الكاميرات النمطية اللي موجودة عند الجهات المختلفة بمنصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالمركز. كمان يا فندم بنقدر نستفيد من المنظومة في البحث عن المخالفات اللي موجودة في الفيديوهات اللي تم تسجيلها، وده يا فندم نموذج للمخالفات وجود تجمعات كمامة في الشوارع في المدن. وأخيرا يا فندم استفدنا من منصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في تحسين معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي من خلال دمج المنصة مع خدمات الجيل الخامس، وده فندم بس مباشر من مطار القاهرة باعتباره لمتابعة الأعمال باعتباره أول موقع يجمع ما بين خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتحليل البيانات. أي أمر يا فندم. شكرك فندم. طبعا يعني إذا كان في ثورة صناعية رابعة وخمسة على مستوى الصناعة، لكن التطوير الكبير على مستوى الخدمات الصحية اللي احنا بنسميه الثورة الصناعية أو الخدمات الصحية من الجيل الرابع هو بيعتمد بشكل كبير جدا على قاعدة البيانات وعلى المعلومات للمريض. كل مستشفى بيبقى فيها ما بين 50-70 تطبيق عشان يقدر يدور عملية المرضى الداخليين أو في الرعاية الحرجة أو في الصيدليات أو في الأشعة أو في التحاليل، كل دي تطبيقات داخل المستشفى الواحدة حتى يمكن أن تدار بشكل علمي وبشكل فيه رشادة وفيه أيضا حوكمة. لكن احنا لو عايزين ندير المنظومة الصحية بشكل عام على بشكل مركزي، يبقى لابد أن يكون هناك مكان لاستيعاب قاعدة بيانات
بيانات ضخمه جدا لكل مريض نقدر ان احنا نحمل عليها، وده مش هيحصل الا من خلال مركز البيانات والحوسبه السحابيه اللي سيادتك بتفتتحه النهارده. ده احنا اكتر مستفيدين بهذا المركز، لان احنا نقدر من خلاله بنحمل قاعده بيانات كبيره، لكن مش مجرد البيانات انها تتحمل على هذه المراكز، ولكن ايضا الاهم وهو تحليل البيانات. تحليل البيانات من خلال قصيه الذكاء الاصطناعي، هنا نقدر نعرف في كل مستشفى في كل دور المريض اللي موجود، واستخدام طبعا انترنت الاشياء نقدر ان احنا نتابع المريض من خلال اسوره بيلبسها، نقدر نعرف هو رحله المريض داخل المستشفى فين، ايضا نقدر نعرف قيمه الانتظار في داخل العمليات الجراحيه، التردد على اقسام الطوارئ، العمليات الجراحيه المختلفه، اقسام المناظير، نستطيع من خلال بعدها ان احنا نقدر نطمئن على حجم الاشغال داخل المستشفيات. موضوع تاني ان احنا نقدر نعمل خريطه صحيه لمصر، يعني هذا قاعده البيانات الكبيره وهو التكنولوجيا الحديثه في علوم الصحه في العصر ال 30 سنه اللي جايين، هيبقى في مستشفيات افتراضيه، ليس بالضروره ان المريض يتردد على المستشفى، ولكن البيانات المريض موجوده، نستطيع من خلال انترنت الاشياء ومن خلال قاعده الذكاء الاصطناعي ان احنا نتواصل مع المريض اللي بنسميه التشخيص عن بعد والتطبيب عن بعد، وايضا نقدر ان احنا نحلل هذه البيانات لصالح المريض. فاداره حتى الاشعاعات واستخدام الذكاء الاصطناعي ان انا احول الاشعه ثنائيه الابعاد الى ثلاثيه الابعاد، واقدر من خلال الذكاء الاصطناعي اوصل لتشخيص ادق كتير جدا مما يتم من خلال الالعام البشري. فاذا يعني كم التطبيقات وكم الاستفاده من تحليل البيانات الضخمه اللي ممكن تتحمل على مركز البيانات والحوسبه السحابيه، هو هينقل الخدمات الصحيه في مصر نقله ثانيه، ويبقى في مركزيه. طبعا ده بالاضافه الى الاسعاف والرعايات العاجله والحرجه اللي نقدر من خلالها وربطها بالشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه ان احنا نؤمن وجود سرير رعايه وحضانه في اسرع وقت في اقرب مستشفى. منظومه التامين الصحي كلها يا فندم ذكيه، قدرنا نطبق اللي احنا بنقوله ده على اول مستشفى هي مستشفى العاصمه الاداريه الجديده. التكلفه كام؟ احنا طبعا يا فندم مع الجهات التابعه احنا بنتكلم على حوالي 30 مليار جنيه لحد دلوقتي علشان نقدر نصل لهذا الموضوع. أوي يا فندم، اشرح لي بقى احنا لو كنا النهارده ال 600 700 مستشفى اللي عندنا وعايزين نعمل فيها الكلام ده يكلفنا كام؟ ده اولا استحاله يا فندم من غير اللي اتعمل النهارده، اولا لان يعني قاعده البيانات دي علشان تتحمل كل مريض محتاج يعني ملايين من البيانات اللي ممكن تتحمل عليها، من غير ما يكون في قاعده نقدر ان احنا نحمل عليها. ايوه يا فندم، احنا مش عايزين نقول كلام عن السنه ونقول الكلام ده ممكن يتعمل ويتكلفك كام، ولا مش ممكن نقدر يبقى يعني تصور ولكن غير قابل للتنفيذ. عشان صحيح هو احنا فندم طبعا يعني الاول من غير ما يكون في مركز بيانات وفي قاعده كبيره، انا لازم بقى كل مستشفى من دول يوصل لها بنيه تحتيه معلوماتيه، ودي احنا شغالين فيها مع وزاره الاتصالات ومع سلاح الاشاره ومع كل الجهات المعنيه، لازم البنيه التحتيه المعلوماتيه تكون واصله لكل مستشفى او كل مركز طبي او كل وحده صحيه انا بتعمل، وده اللي احنا عملناه في الخمس محافظات التامين الصحي. انتوا شغالين في حاجه زي كده؟ تمام فندم. تمام ايه؟ تمام شغالين يا فندم بالنسبه للبنيه التحتيه وبالنسبه للمستشفيات. تمام فندم. عملتوا كم مستشفى؟ حتى الان مستشفى واحده ست في العاصمه الاداريه الجديده، ورايحين في الفيوم في 7 مستشفيات و11 مستشفى منهم معهد القلب في الفتره اللي جايه ان شاء الله. لحد دلوقتي دول معمولين يا فندم كديمو او كبايلوت من غير ما يكون فيها تكلفه. انا عايز اعقب. الموضوع فنم يعني يستلزم اكتر من عنصر، زي ما تفضل زميلي الدكتور خالد، الاول لازم نربط كل المستشفيات ببعض من خلال شبكه من الالياف الضوئيه، وده امر سهل لانه احنا شبكه الالياف الضوئيه فعلا بقت منتشره في اغلب انحاء الجمهوريه. المستوى الثاني يا فندم هو البنيه المعلوماتيه او الحاسبات ومعدات التخزين اللي ممكن نستفيد بيها بمراكز البيانات اللي احنا موجودين فيها علشان تخدم على القطاع الصحي. المستوى الثالث هو التطبيقات، لابد ان يكون عندنا تطبيقات قادره على كل المستشفيات. محتاج ادرسها في فندم وارجع ادرسها مع دكتور خالد. يعني احنا عندنا يعني ما يقرب من 700 مستشفى بنتكلم فيها. ال 700 مستشفى حكومي بس يا فندم. المفروض ان الحكومه غير الحكومه. هو طبعا الربط بقى هو اللي بيبقى موجود، لان في مستشفيات طبعا عامله النظام الخاص بتاعها الداخلي، لكن ميزه قاعده البيانات والمنظومه اللي اتعملت انها سهل جدا الانتجريشن او سهل ان يكون في ترابط ما بين المعمول والتكامل ما بين اللي حاصل واللي ايضا مطبق في بعض المستشفيات. طب
صوتوا كده ان المستشفى بصراحه يعني حسب مستوى الميكانه يا فندم. احنا قلنا التطبيقات بعد كده في مستويات الربط. قول الاول لو احنا عملنا البنيه الاساسيه دي للمستشفيات ان احنا عملنا لها شبكه الالياف الضوئيه توصل ليها وميكنا المستشفى مش كده في المرحله دي مليارات يا فندم مليارات الدولارات. ايوه كام يعني يعني محتاجة دراسة لكن احنا بنتكلم فيه يعني هاني عندك خبر كل مستشفى فندم ليها طبقا للمسافة وطبقا للمكان. انا عارف اديني يا جماعة قولوا لي كلام اقدر افهمه والكلام ده مش هيطلع يعني نسجله بس مش هيطلع يا جماعة. سعر وكلفة الحاسبات مش بس زادت في مصر عشان تغير سعر الصرف، زادت بره كمان. احنا بنتكلم على 20-30% زيادة في سعر الأجهزة، فده هيزود في الكلفة. فاحنا قطعا عشان مثلا المستشفيات الجامعية الوحدية كنا بنقول أكتر من مليار دولار، لو دخلنا على مستشفيات وزارة الصحة ممكن يبقى مليار كمان، عشان كده بقول حوالي 2 مليار دولار. لو دخلنا على القطاع الخاص بقى أو طبعا هيبقى موازنة أكبر. الجزء كمان يا فندم اللي سيادتك واجهتنا بيه قبل كده وشغالين فيه اللي هي الشبكه الحكوميه اللي بيقصدها معالي وزير الاتصالات، ان جميع اجهزه الدوله بتكلم على 35,000 نقطه، احنا دي في كل قطاعات الدوله بما فيهم المستشفيات بما فيهم حتى اللي في المحافظات، ما بنتكلمش على القاهره بس او المدن الرئيسيه.
ده بنتكلم على مكتب بريد في قرية في مدينة، دول من ضمن 35,000 نقطة. النقطة اللي بنتكلم عليها فندم في البرمجيات، سواء في البرمجيات أو الحاسبات، الحاجات دي موجود منها نسبة كبيرة جدا، والحقيقة وزارة الاتصالات فيها نسبة كبيرة جدا من عناصر ذكية ممكن تربط هنا. فدي هتحتاج برضه فندم الادوات الذكيه اللي يقصدها معالي وزير الاتصالات، ان احنا ممكن نشوفها، نشوف اللي هيتربط بيها منها ايه هنا، ونشوف الحاجه الثانيه اللي ممكن ما تتربطش، ما هي الذكيه ممكن ايه تبقى هي اللي تحت الدراسه. في افكار ثانيه هاني؟ هو احنا نستفيد يا فندم من الموجودات الحاليه اللي موجوده، وعايز استغل الموقف هنا زي ما شرحنا على سيادتك فوق. انا بستغل المركز بالنسبه للحاجات اللي ما فيهاش ذكاء اصطناعي، انا بستغل امكانيات المركز هنا، حتى لو في حاجه ما فيهاش امكانيات ذكاء صناعي انا ممكن اشغل المركز كانه ذكاء، زي الكاميرات زي ما قلت لسيادتك، لو الكاميرات نفسها لا تدعم الذكاء الاصطناعي في اي جهه، انا هنا سيادتك بشغل امكانيات المركز من الذكاء الاصطناعي وبوفر التكلفه الماليه دي. سيادتك محتاجه دراسه لكل، نشوف متطلبات الجهه وندرسها دراسه تفصيليه يكون على الحده ونعرض على سيادتك. يعني انا فهمته وانتم صلحوا لي يا هاني، اللي هاني بيتكلم فيه ان انا اوصل للمستشفيات وهو اللي يقوم بنقل البتاع والعمل عليها ويديها لحد تاني. تمام، اذا كنت انا فاهم كده هاني. تمام، فاهم عمر اقصد ايه؟ استغلال امكانيات. تمام، يعني هو مش عايز يعمل في كل مستشفى غير انه يربطها فقط، ولكن نقل البيانات والمظاهرات اللي انتوا عايزين تعملوها والكلام من هذا القبيل المركز يقوم بيها. انا ما اعرفش ده صح. تمام ولا تمام يا فندم، صحيح. لازم يا فندم يبقى الربط مزدوج، لازم يبقى فيه مركز رئيسي فيه التطبيقات، ولازم يبقى فيه بديل تبادلي داخل المستشفى، لان لو حصل قطع مثلا في الكابل لاي سبب، اعمال مدنيه في الطريق او الى اخره، ما ينفعش المستشفى تقف. يعني خليني اقول، فلازم هنا وهنا يا عمرو، يعني بدل ما بقول مش هقدر خالص، لا اقدر ابتدي يا فندم، يعني بدل ما ما اقدرش خالص، لا طب ما هو لا اقدر ابتدي طبعا، اقدر ابتدي. وفعلا احنا يعني من خلال مشروع التامين الصحي يا فندم، كل المحافظات اللي بدات التامين الصحي، بورسعيد او اسوان او الاقصر، بدات بميكانه كامله داخل التامين الصحي. احنا اللي فاضلنا المستشفيات الجامعيه وبقيه محافظات الجمهوريه، واحنا شغالين في التامين الصحي. كل التطبيقات يا فندم يعني مترابطه ببعضيها، يعني بمعنى صح هناك عرض دلوقتي ان احنا جهه واحده بس اللي بنتعاقد معاها، بحيث ان هي اللي بتورط البنيه التحتيه، وهي كمان اللي جت الثلاث شركات الكبار على مستوى الدوله اللي هم بيعملوا التطبيقات الخاصه بالصحه، اللي هي فيها نظم المعلومات الصحيه، واللي هي فيها ملف المريض الموحد، ملف الالكتروني للمريض الموحد، يعني بحيث ان المريض اللي بيقدر يكون عنده ملف موحد ومميكن يقدر يروح في اي مستشفى تابعه للدوله بنفس الملف بتاعه، يقدر ان هو يبقى الطبيب بيتعاق او بيقدر ان هو يطلع على كل الملف الصحي بتاعه، ما يبقاش في تكرار لاشعاعات او لتحاليل وهكذا. الحقيقه النقطه اللي قالها يعني الدكتور خالد دي مهمه يا فندم، لانه لو قدرت اربط كل المستشفيات ببعض، وحتى دخلت معايا القطاع الخاص، انا كمريض لما اجي اتلقى العلاج النهارده من محافظه بكره من محافظه ثانيه، مش هعمل فحوصات من اول وجديد، ده بيكلف الدوله وبيكلف المريض. الادويه والعلاجات والتاريخ المرضي بتاعي موجود، الدكتور يقدر يطلع عليه، كل صرف الادويه هيبقى محوكم وهيبقى بقدر العلاج، ما يبقاش فيه هدر زي ما موجود في النظام اليدوي. واعاده الاختبارات واعاده الاشعه والفحوصات امر مكلف جدا في تلقي الخدمات الطبيه، فده توحيده و تبادله وقدرة كل الدولة على انها تشوفه بشكل مركزي بيوفر جدا في الهدر. هي منظومة التأمين الصحي الجديدة فندم كلها مميكنة، بمعنى صح ان هيئة الرعاية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة الصحية كلها في سواء في المرحلة الأولى اللي فيها ست محافظات أو المرحلة الثانية اللي السيادة صدرت عليها بالخمس محافظات الجديدة، لكن احنا بنعمله دلوقتي بنشتغل في كل المحافظات بنفس الطريقة. أي مستشفى جديدة بتتعمل بتعمل لها البنية التحتية من أول ما بنبدأ الديزاين لحد ما ننفذها، بحيث ان المحافظة دي لو دخلت بعد سنة أو اثنين أو حتى ثلاثة تبقى جاهزة بالبنية المعلوماتية اللي فيها والمرضى مسجلين سواء في الوحدة الصحية، علشان لما تيجي تتنقل الوحدة أو المستشفى المنظومة التأمين الصحي مجرد ان هو بينقل البيانات عنده على طول، فخلاص عرف تاريخ المرضي لكل واحد بيتردد عليه بيبقى موجود ومميكن. فاحنا بنشتغل في المحافظات الثانيه حتى، لكن بعد انتهاء منظومه التامين الصحي ان شاء الله هتكون كل المحافظات او كل المستشفيات سواء داخل المنظومه في هيئه الرعايه او مستشفيات الجامعه تكون مرتبطه ببعضها. بص يا خالد انت بتتكلم في ثلاث اربع حاجات مع بعض، ده جزء منهم، انت بتتكلم في بناء مستشفى لان احنا بنستكمل،
عدد الأسر اللي موجودة عندنا طبقا لعدد سكاننا، مش كده؟ هدي واحد، فده تكلفة مالية انت طالبها كوزارة الصحة في مدة زمنية مش كتير، هنستكمل مش نتجاوز العدد. انا بقول كلام يعني، لا انت بتحافظ على النسبة اللي هي اساسا ضعيفة، فانت عايز التكلفة ثم عايز تكلفة تشغيلها بعد كده، انك تطاقم المستشفى ديت وتشغلها ودي تكلفة تانية. ثم اللي انت بتتكلم فيه ده، احنا مش عايزين نقول حاجة لنفسنا يعني نقطة مهمة جدا، ان احنا يجب ان احنا تدفق البيانات ده ما ينقطعش، لان تدفق القطاع تدفق البيانات انقطاع بيانات ومعلومات. احنا لما بنشتغل بنيجي نشتغل في الربط، بنشتغل في الربط فايبر ده اساسي، ثم الاحتياط بتاعه بيبقى لينكات مايكرويف. اللينك المايكرويف ده بيشتغل في حالة قطع بس الفايبر لحين الاصلاح، لكن احنا بنفقدش خالص تدفق بيان من جهة، وده اللي احنا لازم نعتمد عليه هنا، واشتغلنا على كده. فطبقا لتوجيه سيادتك احنا بنعتمدش على مسار واحد ولا اثنين، احنا بنعتمد حتى على لينكات المايكرو اللي شغاله بيها دلوقتي وزاره الصحه وبعض الوزارات الاخرى زي وزاره الكهرباء ووزاره الطيران اشتغلت معانا بالطريقه والداخليه. سيادتك يا فندم، طرحت سؤال مهم، الكلفه الماليه وازاي نقدر نتغلب عليها. يمكن مشروع التامين الصحي، انت عايز كلفه ماليه وعايز كلفه صيانه اللي عملته بعد كده يا عمرو، مش كده؟ التامين الصحي فعلا الحقيقه احنا تبعنا فيه يعني منظومه ماليه الحقيقه وفرت علينا كتير. احنا تعاقدنا مع كونسورتيوم شركات او يعني تحالف شركات دوليه هي اللي بنت النظام، واحنا بندفع على المواطن كل سنه بالكلفة تشغيل الخدمة. فده الحقيقة طبعا عافانا من الكلفة الاستثمارية في البداية اللي هي مثلا في حالة التأمين الصحي لن تقل عن $1 مليار شركات تحملتها، وبعد كده هي بتستوفي. هل القطاع الخاص ممكن يقوم بالشغلة دي؟ ممكن. ونشتري منه الخدمة؟ ممكن. لده؟ ممكن. ممكن. ما اعرفش يا بقى. ممكن. زي ما عملنا فن في التأمين الصحي نقدر نعمل في الباقي. بس فندم هو عمر القطاع الخاص ما يقدر يعمل مشروع اللي زي حضرتك بتتكلم عليه ده خالص، لان ده فوق قدره اي مشروع او اي حتى تحالفات كبيره. ده مشروع دوله، ودوله يعني دوله متقدمه عشان تقدر تعمل مركز بيانات وحوسبه سحابيه. ما كناش نقدر فندم نبدا الخطوه ديت الا ما نعمل المركز ده. ماشي خلاص، انا خلاص هنا يعني وصله وخلصناه. احنا عملناه وبنستفيد منه بحاجات كتير قوي، منهم اللي انتوا بتقولوا عليه ده، منه المدارس، انا بقول كلام، منه الاقسام بتاعت الشرطه كلها. اي حاجه بقى في الدوله انت عايز تشوفها وتتعامل معاها هتبقى محتاج تعمل لها الشغل مع ظروف بناء مش مخطط. ففي فرق انك انت بتعمل مخطط زي مدينه العاصمه او اي مدينه جديده، فانت بتبقى عامل حسابك للموضوع نظم بشكل سهل. لما بيكون الموضوع عشوائيات او مش مخطط بشكل كويس تكلفته اكتر، واحنا جربنا ده في الجامعه وانت بتعمله يا خالد، مش كده ولا يا عمرو؟ كلفكم كام؟ بس فانا مش بقول كده عشان، مش معناه ان احنا مش عايزين نعمله او مش هنقدر نعمله، بس انا بقول كده عشان انقل للناس ان مفيش حاجه انت هتبقى بتشوفها وبتشتغل معاك وتكلفتها ايه؟ بسيطة. في دولة ظروفها مش يعني، بس احنا ممكن القطاع الخاص يشتغل معانا في بناء التطبيقات وبناء المنظومة وياخد مننا زي ما احنا في التأمين الصحي. التأمين الصحي احنا بندفع على المعامل، هو يعمل الصيانة، هو بيشغل. احنا جاهزين هنا فندم برضه ان احنا يعني نستقبل خدمات القطاع الخاص برضه. انا عارف يعني اللي ممكن نعمله هنا دلوقتي، لكن انا بتكلم على حاجة تانية خالص. ازاي بقى نستفيد بقى باللي احنا عاملينه ده؟ حاجات زي لان احنا لو وصلنا لكده ممكن حد بيسمعني دلوقتي يقول لك ايه، طب هو انتوا يعني قدرتوا في التشغيل بتاعكم في المستشفيات تصلوا الى حاله مرضيه عشان تقولوا النهارده احنا هنعمل؟ وممكن سيادتك القطاع الخاص زي ما سيادتك امرت كده ياخد الجزئيه بتاعت النهايات الطرفيه، لان انا عايز اقول لسيادتك على حاجه مهمه جدا يا فندم. احنا لو بنحط الخريطه الصحيه لمصر، يعني انا لو يعني عشان يبين بس اهميه التطبيقات دهيت في 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 اتخاذ القرار او في دعم اتخاذ القرار، لو انا عايز ابني مستشفى جديده في محافظه، لو انا ما عنديش قاعده بيانات واتعملت عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي واقدر ان انا احلل البيانات دي عشان اشوف نسبه الفشل الكلوي مثلا في محافظه ازيد من محافظه تانية،
وبالتالي ببحث من خلال ايه الاسباب اللي ادت الى زياده انتشار هذا المرض او مرض وبائي او مرض ضغط الدم من خلال قواعد البيانات الخاصه بقوام الانتظار اللي حضرتك بتتابعها بشكل يومي او 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 العلاج عن نفقه الدوله او التامين الصحي. ليه في محافظه فيها عدد عمليات الرمض اكتر من الثاني؟ فبنقدر نبحث وراء الاحداث من خلال قاعده البيانات. هنا التطبيق اللي احنا ممكن من قاعده البيانات اللي موجوده اللي بتتحمل من المستشفيات على مركز البيانات على الحوسبه السحابيه، نقدر ان احنا في ساعتها نقدر ان احنا نحلل البيان ده ونقول ان انا عايز اعمل مستشفى رمض في المحافظه دي، عايز اعمل مراكز غسيل كلى في المحافظه دي، عايز يعني ادرس اسباب حدوث الامراض دي اللي هي ممكن تكون بعيده عني. فالخريطه الصحيه لمصر كلها ممكن تكون معتمده على تحليل البيانات الضخمه اللي موجوده هنا. انا عايز اقول لك على حاجه وصحح لي، انا متصور ان النظام ده يسمح لك بتشخيص اكثر كفاءه من خلال وبتقليل عدد العاملين في المستشفيات. بالظبط يا فندم، اذا كنت انا فاهم بالظبط. يعني النهارده انت هتقول لي بحجم العمل بحجم المتخصصين والاستشاريين الموجودين، انا مش هخلي في كل مستشفى العدد ده كله. صح. انا هقدر النهارده من خلال النظام ده اخلي البيانات بتاعه المريض الجديد اللي لسه داخل تتعرض على حد بعيد عنه خالص وهو يقول له التشخيص يعني كده. المركز دلوقتي قرايه الاشعاعات يا فندم يعني مش بالضروره كل مستشفى يكون فيها اخصائي للاشعه المقطعيه او اشعه الرنين، بالعكس احنا عندنا مركز واحد قاعدين فيه ناس وممكن يحصل التواصل ما بينهم حتى على مستوى التليفون الذكي، وهو قاعد بتنقل له صوره الاشعه دون ان يكون هناك متخصص في وحده الاشعه اللي في المستشفى اللي في الوادي الجديد، ويتم قراءه الفيلم وكتابه التقرير بدون ان يكون ويضاهي بحالات مماثله ويدي من خلال اذا كنت انا فاهم بره. صحيح. مش كده؟ فالناس اللي عملته بره عمرو عملته استفادت منه في تكلفه التشغيل يا جماعه. طبعا عشان ترد عليه تقول لي هندفع 2 مليار او 50 60 100 مليار، انما احنا لا مش بس توفير كام، انا كفاءة العمل اللي انا هحققها هتبقى مختلفة عن اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط يا فندم، يعني الذكاء الاصطناعي النهاردة في منظومة اسمها منظومة تحليل الصور، انا اقدر ان انا اخد مثلا صور الاشعة المقطعية، احنا مثلا عاملين على مرض تآكل القرنية السكري نسبة دقة تصل الى اكتر من 96%، يبقى انا بشخص المرض في الاول وبعدين بعرض على الطبيب بس لكي يعتمد النتيجة. ده في منتهى الأهمية، الهدر في صرف الدواء في منتهى الأهمية، الهدر في إجراء الفحوصات مرة واثنين وثلاثة كل مرة ينتقل جودة الخدمة. جودة الخدمة جودة الخدمة ده أهم حاجة. مركز البيانات يقدر يخزن مثلا 10 مليون صورة زي دي. في الكورونا ما بقولش صح، يعني تشخيص الكورونا كان مجرد إن أنا بدخل على الجهاز صورة الأشعة المقطعية على الرئتين يقدر يطلع من الناحية التانية إذا كان ده كورونا ولا مش كورونا نتيجة إن التشابه وتطابق الشكل الأشعة. فبالنسبة زي ما حضرتك بتقول لو أنا ما عنديش قاعدة بيانات كبيرة أقدر أحمل عليها، ودي بتاخد حمل كبير في أي سيرفر أو أي خوادم، لازم يكون عندي قاعدة بيانات أقدر إن أنا أو خوادم أقدر إن أنا أحمل عليها عدد كبير جدا من الصور اللي أقدر مع تطبيق الذكاء الاصطناعي أقدر أطلع بيها بنتائج وأحسن. كملوا دراساتكم ونتكلم تاني. خدها. مركز الحوسبه السحابيه الحكوميه باستفاده فندم من امكانيات الحوسبه السحابيه الحكوميه اللي عرضناها على سيادتك، ده مكننا ان احنا نبني المنصه الرقميه لاداره الطوارئ والازمات والكوارث داخل المركز. المنصه فندم بتقدم خدماتها على محورين رئيسيين، المحور الاول هو صناعه واتخاذ القرار بتحليل البيانات الكامله فندم، زي ما احنا شايفين قدامنا هيكون امام متخذ القرار كافه بيانات قطاعات الدوله المختلفه، الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة، المناطق اللي ممكن تكون مصدر تهديد نتيجة طبيعة الصناعة زي محطات البنزين وخطوط نقل المواد البترولية. باستخدام الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء هيظهر أمام متخذ القرار الأماكن اللي ممكن تكون مصدر تهديد. بكده هيكون أمامنا يا فندم إنذار مبكر فعال على مستوى الدولة بيوضح أمام متخذ القرار نوع الخطر والتهديد إيه، مكانه فين المحتمل، إمكانية حدوثه فين في أقاليم الجمهورية المختلفة، الوقت اللي هواجه بيه الموقف ده قد إيه. المنصة فندم بتوفر الأحداث اللي بتحصل على مدار الساعة أمام الأحداث الهامة أمام متخذ القرار، تصنيفها وتوزيعها ونسبة حدوثها على مختلف محافظات الجمهورية زي ما هو ظاهر في المؤشرات الأداء هنا. هنا فندم بيظهر لي الموارد البشرية المتاحة
في المحافظات والوزارات اللي شغاله على الموقف دلوقتي، الموارد الماديه امكانياتي منها قد ايه، المتاح قد ايه، المستخدم قد ايه، ده بيساعدني ان انا اخد قرار في الدعم الموقوت. كمان يا فندم المنصه بتظهر امام سيادتك متخذ القرار اكتر منطقه متاثره بالازمه فين بالظبط، حدودها ايه، ايه البيانات الكامله اللي بتتم حاليا، اراء وتحليل المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي. ضيف اليها انها تقدر تدي رسائل تحذيريه للمواطنين من خلال شبكات المحمول المدني في المنطقه المتاثره، اديهم تلقين، اديهم توكيه، او انفي اشاعات، تقرير تعافي كامل بالموقف من كل الازمات المختلفه بكل البيانات التفصيليه واللازمه، وبيدي الذكاء الاصطناعي امام سيادتك ايه الموقف قبل وايه المواقف اللي اتحلت وايه اللي لسه متبقي وايه الاجراءات الاضافيه من الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يقدمها، ومؤشرات اداء للجهات المختلفه. المنصه بتدعم التفاعل الايجابي ما بين متخذ القرار بمستوياته المختلفه مع المواطن. هنا يا فندم بيكون في تقارير مميكنه عن احتياجات المواطن، خريطه تفاعليه عليها كافه الامكانيات والقدرات، في مؤشرات اداء عن تعامل العناصر المدنيه لحظيا مع المواطن. المحور الثاني يا فندم والاهم هو محور المواطن. فالمواطن يا فندم باستخدام الذكاء الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، هيكون في موظف افتراضي هيتلقى كافه اتصالات المواطن من مصادرها المختلفه ومن تطبيق الطوارئ، يقدر من هنا يحول النص المسموع الى نص مكتوب. ده مهم جدا علشان يعالج الاخطاء البشريه، وبعد كده هيضيف عليها كافه بيانات اللازمه، ونبدا ويحولها قاعده البيانات الذكيه اللي هتبدا تعالج وتحلل هذا الموضوع علشان يوصل امامنا ان يبقى في خريطه حقيقيه لاحتياجات والتهديدات المواطن على مدار الساعه ولحظيا. وهي اوامر يا فندم. ده سيادتك الطوارئ والسلامه. تكامل مع أقل ده اللي خاص بي. لسه هنرجع لمركز البيانات ولهاتف شبكه السلامه العامه اللي سيادتك شرفتنا بيها واللي سيادتك امرتنا اثناء الافتتاح السابق ان احنا حاضر تمام.
الخدمات للتطور في تأديد الخدمات بالنسبة للاستثمار اللي إذا كان ده من الخدمة منفردة بدون تكلفة إضافية للمنفذ إذا كان بيبقى بقى في جزء آخر من المنفذ ده أنا هندرسه إن شاء الله بإذن الله ده بالنسبة للفايدة بالنسبة للصعب بعض الخدمات اللي كانت تؤدى من خلال المركز من كده ماشيين في الممر بين المركز والمركز احنا هنا سيادتك بنبص لده يمكن حجم وقت ما سيادتك ان احنا نقفل هذا المركز على اعلى مستوى في التكنولوجيا الحاليه والمستقبل وصولا ان شاء الله الى وصولا للتكنولوجيا الحاليه ان شاء الله ان شاء الله الصوره دي فعلا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي كتير قوي بيتكلموا فيها طب الذكاء الاصطناعي بيقدر يحلل البيانات ما بيحللش هو بيعتمد على تدفق البيانات العاليه والكبيره من كل جهات الدوله سواء من مراكز بيانات اخرى مراكز بيانات او من ريسورسز بره يعني الاي تي اس بنتكلم على الاي تي اس كاميرات اساسات يبتدي هو نعالجها هنا في الداتا هاب دي يا فندم في المركز هنا ثم نطلع بيها لمخرجات مخرجات تبقى قادره على تنفيذ البيانات المطلوبه وتحسن الاداء سواء الحكومه او القطاع الخاص بالنسبه لهنا يا فندم النقطه ساعات بيجينا بيانات صحيحة وبيانات مكررة لو أنا ما اشتغلتش في ما بعملش بساعة تفجير في الحقيقة الحكومة شغالة على هذا الموضوع وبتمسك جهد معانا بإذن الله ونوصل قريبا الكهرباء الرئيسية